صباح الخير عليكم متابعينا واوفياء قناه النهار، نهاركم مبروك. هذا البرنامج اللي راح يرافقكم طيله ايام الاسبوع ما عدا يومي الجمعه والسبت بفقراته المتنوعه ومواضيعه المختلفه اللي كنتم انتم مشاهدينا اقترحتوها لنا عبر الصفحات الرسميه التابعه لقناه النهار، فيسبوك، انستغرام وتويتر. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام ونهاركم مبروك. كما تعودتوا علينا نطلع عليكم كل صباح على قناة النهار بمواضيع متنوعة ومختلفة، مواضيع تخص الصحة، الثقافة، وأيضا مواضيع اجتماعية. والمواضيع اللي خيرتوها انتوما لنهار اليوم، عندنا أول عنوان هو حول الطلاق في الجزائر، أرقام صادمة وما خفي أعظم. أكيد بلال، وفي الصحة عندنا الجهاز المناعي وطرق تقويته. ثالث موضوع لنا اليوم هو حول الخبر المتداول حول تسونامي البحر الأبيض المتوسط. أكيد بلال، لكن قبل ما نروح لترند المواقع اللي عودنا مشاهدينا عليه، الأخبار اللي دايرة ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، نروحوا نرحبوا بالشاف زكريا زروقي. صباح الخير شاف. صباح الخير دانيا، صباح الخير بلال. واش راك شاف اليوم؟ صافا لاباس. واش راك تحضر لنا؟ كما عودناكم كل يوم طبق كل يوم وصفه جديده، كل يوم اسي جديده، وكل يوم بنه جديده. يعني مازال ما بديتش وما كاينش الريحه، على حسب واش راني نشوف، راني متشوق واش راك حتحضر. خلوها بعد ان شاء الله. ان شاء الله نرجعوا ليك من بعد شاف. دانيا نروحوا لترند المواقع. اكيد بلال، نروحوا لترند المواقع والاخبار اللي راهي دايره ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. واول خبر اللي هو اولمبياد باريس اللي تشهدوا العاصمه الفرنسيه والتواجد العسكري والامني اللي ما شهدتوش المنطقه منذ الحرب العالميه. ايضا بلال، ظهور النجمه الكنديه سيلين ديون، وهذا الشيء بعد الغياب الطويل اللي غابته بسبب المرض ديالها. ونعلق رئيس الوزراء الكندي ترودو جاستن ترودو عن الظهور ديالها، وقال انه الحمد لله قدرت يعني تتجاوز المرض ديالها. سيلين ديون. مشاهدينا الكرام نروحوا للترند الثاني واللي هو الخبر اللي صنع الحدث واثار الجدل مؤخرا، واللي عباره عن توقع للعالم الزلزال الهولندي فرانك هوجر بيتس، اللي يعني اثار الرعب بالتوقع تاعو، اللي توقع حدوث تسونامي في منطقه البحر المتوسط، وهذا عقب الزلزال الذي ضرب جزيره كيرت السياحية. وتوقع هوجر بيتس تداعيات لهذا الزلزال وحدوث تسونامي كبير في البحر الأبيض المتوسط، وين أثار مخاوف عند الناس وحتى في الجزائر. بعد نشر فيديوهات تحذر من الاقتراب من السواحل. يعني هذا الخبر شفناه صنع الرعب في نفوس الكثيرين. بلال، وكما كل مرة عندنا سؤال تفاعلي مشاهدينا، اللي تقدروا يعني تعطونا تبادلونا ارائكم حول الموضوع عبر صفحة ايضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في البرنامج واعطاء الراي تاعكم في هذا السؤال التفاعلي، واللي هو عباره عن التردد. سؤال عن التردد، هل انت شخص متردد؟ وهل عندك سبق وكانت عندك تجربه انك ترددت في امر ما او اتخاذ قرار وندمت على هذا التردد؟ بلال، لكن انا حبيت نسقسي بلال كلا هذا. نبدا بك بلال، انت شخص متردد، سبق وصارت لك يعني حادثه بسبب التردد وندمت؟ هي التردد للاسف يعني خسرت منه، يعني بسبب التردد خسرت عده فرص. التردد هو انا نشوفه عباره عن خوف من نتيجه هذاك القرار اللي راك حتاخده. لكن مع الوقت وليت نتكل على ربي ونحط التردد يعني في جهه ونشاور. انا من النوع اللي نشاور الام، نشاور الاب، الاخوه، الاخوات، الاصدقاء، الزملاء، نشاور يعني باش اذا كان تردد ما يكونش غير تاعي وحدي، يكون بعد يعني ما شاورت بزاف ناس اللي قرب ليا ويحبوني ويحبوا لي الخير. وانت يا بلال؟ انا بصراحه انسانه غير متردده. وقتاش نتردد؟ كي تكون امور كبيره يعني فوق طاقتي، كما قلت انت يا نشاور، لكن الامور الشخصيه ما نترددش فيها، لانه على بالي اذا ما نجحتش فيها راح ناخذ خبره في حياتي يعني. فوالا هذه هي، وكل واحد وتجربته مع التردد. نروح لفقره الشاف. نروحوا للشاف ولا الرياضه؟ نروحوا للشاف، فقره الشاف. الشاف نعاود نقولوا لك، اني حايب تقولنا يعني واش الطبق يعني اللي راك توجد لنا فيه والمكونات تاعو.
الطبق اللي غادي نوجدوه اليوم بوم موسلين من مشتقات لابيري. للشاف الفرنسي رويال روبيشون. هاد لابيري شغل تطلع كيما لاموس، تطلع كيما لاموس، تطلع كيما نقولوا كيما شونتي، تطلع بالزبده. بون كاين اللي البطاطا يديرها يقشرها ويديرها في الماء، كاين اللي يخليها بلابو تاعها الومنيوم ويطبعها في الفور. في الفور باش تقاردي كاع كيما نقولوا لي سكر تاعها، كاع لي فيتامين تاعها، باسكو لي فيتامين تاع البطاطا ولا تاع نيمبورت كال ليغيم يروحوا في الماء كي نديروهم في الماء. كيغلوهم. كينغلوهم. يروحوا كاع لي فيتامين تاعهم يتو. وكيفاش تحضرها؟ يعني نديروهم، اسمح لي، كي نديروهم في الفور يقاردوا يحافظوا على. يعني هذا هو السر تاع اليوم على ما اظن. السر تاع اليوم نو. ماشي هذا هو، كاين سر واحد اخر. جميل جدا. والمكونات يعني تاع هذا الطبق؟ مكونات سهله. عندك البطاطا لاباز هي البطاطا، وعندك الزبده، وعندك شويه تاع كريم فريش، والملح وفلفل الكحل. يعني شحال تاخذ لك يعني تقريبا شحال تاخذ لك من وقت؟ المده تاع طياب تاع البطاطا عندها اونير ساعه على درجه حراره 180 في الـ في الـ في الفرن. والكميه نستعملوها على حسب افراد ممكن، على حسب افراد ربما. لكن راني نشوف كاين ما شاء الله طوماطيش، كاين خضر اخرى. هادو هادو غادي نديكورو بهم البلا. هادي دروك غارنيتير. دوكا هادي غارنيتير ونزيدوا معاها فيوند اونتريكوت. يعني نخدموا الطبق تاعنا في اسم الطبق داخله في الطبق. هادي داخله في الطبق. مي اللحم ماشي طبق، اللحم يعني ماشي هذا هو الطبق الرئيسي اللي ينحط. نو اليوم الطبق الرئيسي اونتريكوت، مي لا غارنيتير هي اللي غادي نهضروا عليها بوكو بليس. بارك الله فيك. وما راكش حتسلك، ماهوش حيسلك من سؤال تفاعلي. اكيد. يعني احنا قبل ما نخليوك تحضر هذا يعني هذا الطبق، حبيت يعني تجاوبني على السؤال التفاعلي تاعنا اللي نهار اليوم، هو على التردد. اذا انت شخص تتردد بزاف في حياتك وفي قراراتك. انا الواحد اللي يكون متردد، زعما نهضر لك انا على روحي، يكون ضعيف في الشخصيه. صح. يكون ما عندهش ثقه في نفسه. ما عندهش ثقه في نفسه. سينو تكون عندك ثقه في نفسك ما تترددش. لكن انا بلال حبيت نسقسيه على المجال ديالو، هل ترددت مره من المرات في اي طبق حبيت تديره وخفت انه ما يخرجلكش كيما يلزم؟ جامي نتردد، سيرتو في الميتي تاعي. يعني في الميتي تاعي جامي نتردد في بلا درته ولا بلا ما على باليش انا. ولا ما تخرجلكش النتيجه هذيك هي ما تندمش؟ تخرج الا ما خرجتش ريكتيفيو. جميل جدا، هذا واش حبيت نسمع انا. شكرا جزيلا شيف، خليك تكمل يعني في التحضير تاع الطبق تاعنا اللي نهار اليوم. يعطيك الصحه دنيا. يعني بعد الاكل كالعادة واش لازم؟ لازم لنا الرياضة. ونروحوا نشوفوا تمارين رياضية اللي وجدها لنا الكوتش أمين ونرجعوا معكم. السلام عليكم ليكيب، جيسبر كو فوزالي بيان، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير مشاهدينا الكرام. الوغ اليوم عندنا لا تروازيام سيونس تاعنا اللي راح نديروها هوم ورك اوت في الدار ولا وين تحبوا تخدموها، برا ولا في البحر ولا. الوغ اشاك فوا رانا نديرو دي سيونس تاعنا، اشاك فوا رانا نبدلو في السيستم تاع التايمينغ تاع الوقت، باسكو الوقت يلعب دور في الكارديو تاع الانسان ولا في رونفورسمون ولا في لا ريكوبيراسيون اي تو. عندنا كلكو موفمون احنا دو نخدموهم، وشنو راح ندخلو بوا اكسترن. اللي ما عندوش في الدار بوا اكسترن ولا يقدر يدير بقرعامه ولا كاش حاجه ولا كاش بوا هكذا يخدم به. لو سيستم تاع التايمينغ اليوم اللي راح نديرو، راح نخدمو بلي راوند ولا بلي تور. راح عندنا 4 اكزرسيس، راح نخدمو 5 راوند، شاك اكزرسيس راح نديرو له 20 ريبيتيسيون. نخدمو الموفمون اوريجينال ونخدمو موفمون سكيلد ولا انترميديال ولا للمبتدئين راح تخدمو الكوتش سعاد. بريمي موفمون راح يكون قبل سكوات، راح نخدمو سكوات نورمال وشنو بالبوا، نرفدو بوا معانا. اللي ما عندوش التر ولا يشوف قرعامه ولا كاش حاجه ثقيله ولا حتى ساكودو ولا ويخدم به. صافا بريمي موفمون نشد مليح البوا تاعي لي جونو فاليك وي لي جونو فاليكستيريور ونهبط. صدري توجور يكون واقف بيا، نهبط نسيي ماكسيموم نعاود نطلع. اوب 1 2 3 4 5 اي 6 اوب
راح نخدم 20 ريبيتيسيون كما قلت لكم، نخدم 20 ريبيتيسيون كما قلت لكم شاك موفمون. دوزيام موفمون اللي هو تروستر، راح نديرو موفمون كومبلكس، يعني راح ندخلو لي جومب مع لي برا، يعني موفمون فونكسيونيل. الوغ تروستر، نرفد البوا تاعي ولا القرعه تاعي، الكود يكون فار لو ونطلعو ماكس، ندير يدي نحكم بها ليكيليب، نهبط سكوات، كي نجي طالع نطلع ديريكت البوا للفوق، اوب 1 2. اللي ما يقدرش يخدم يحط البوا ولا القرعه فوق لي بول تاعو ويهبط سكوات نورمال، اوب 2 3. الو نخدمو كالكو ريبيتيسيون، الي 3 2 1، اوب 1 2 3 4 5. صافا، روحو موفمون واحد اخر هو مونتاين كلامبرز، نخدم بلي جونو تاوعي، اللي يقدر يخدم يخدم في الارض، سينو نخدم فاريون تاعي في البون. انا هنا نسي لي جونو يلحقوا لي كود تاوعي، هوب 1 2 3 4 5 6. كمل، اللي ما يقدرش توجو لازم لابدومان تاعي يقعد قيني مزير ملاح. صافا بلو رابيد تري بيان، اشاك فوا اللي يقدر يلقى روحو الاز يزيد. صح، لو كاتريام موفمون، لو ديرني موفمون باردون، راح نخدمو تريسابس، نسيو نقيسو الموفمون تاع تريسابس تاعي، نريح في البون ولا كرسي ولا نيمبورت واش عندكم في الدار، نريح. انا نخرج بيان، لونج تاعي ما تكونش طايحه في الارض، لازم نكون واقف. اوب سعاد تابوي بلي بي تاعها باش تعاون روحها، نهبط ماكسيموم، اوب دي ليكسونسيون تاعي نكسل بيان، اوب 2 اوب 3 اوب 4 اوب 5. صافا. الوغ توجور قلنا نشربوا بزاف الماء بوندون ابري اي افون لونترينمون تاعي، كي نكمل لي زونترينمون تاعي بيان سو لازم ندير لي زيتيرمون تاعي باش نيفيتيو لي بليسير. ميرسي بوكو ليكيب، على بروشان ان شاء الله. كما شفتوا مشاهدينا الكرام، كانت هذه هي التمارين الرياضيه اللي خيرها لنا الكوتش تاعنا لنهار اليوم. ومن التمارين الرياضيه نروحوا لموضوعنا الاول، واللي نتحدثوا حول الطلاق، الطلاق في الجزائر ارقام صادمه وما خفي اعظم. بالفعل بلال، الطلاق يشهد اللي اصبح ظاهره، يشهد ارتفاع كبير خاصه بين الاسر الجزائريه. هذا الموضوع بالذات راح نتناقشوا فيه مع الاستاذه والمحاميه نبيله وضحي، محاميه وناشطه حقوقيه. مرحبا بك، صباح الخير استاذه. صباح النور اخت دانيا، صباح الخير اخ بلال، صباح الخير لكل الطاقم ولكل المشاهدين. شكرا لك استاذه. استاذه، موضوع الطلاق يعني واحد من اصل ثلاثه ينتهي الزواج، ينتهي بالطلاق، هل هذه اصبحت ظاهره؟ للاسف الشديد، يعني هذا الموضوع كما نقولوا موضوع ذو شجون، لانه لما نقولوا حتى هذه الاحصائيات رهيبه ومخيفه جدا، كي نقولوا واحد على ثلاثه ينتهي قصه زواج تنتهي بالطلاق، هذا الشيء رهيب جدا ويحتاج الى يعني معالجه، يحتاج الى فوريه، يعني لازم يكون هناك حلول، وباش نوجدوا الحلول يجب البحث عن الاسباب. اكيد طبعا. والاسباب راهي يعني الاسباب متشعبه. انا ممكن راني هنا اليوم كحقوقيه وكمحاميه، ممكن نقول انه نتكلم على الجانب القانوني، حنتكلم على الجانب القانوني. طيب استاذه، نعم نتناقشوا في الموضوع اكثر، لكن نعم بعد ما نشوفوا اراء الجزائريين حول الموضوع. مشاهدينا راح نشوفوا اراء الجزائريين حول ارتفاع نسب الطلاق بين الاسر الجزائريه، ونرجعوا معكم. ارتفاع كبير في نسبه الطلاق في الجزائر، كيف يعني تشوف انت الاسباب؟ والله الاسباب هي عده عوامل اللي خلت الطلاق في الجزائر، يعني عدة عوامل، وهذا راه مشكل كبير. هذا العام هذا قرينا باللي 93 ألف حال طلاق في الجزائر، معناتها قنبلة موقوتة.
لان نعم لان نعم ارقام صادمه وما كناش يعني الجزائر احنا كنا بعاد على السوجي هذايا. كانت العلاقه الزوجيه كانت شيء محترم كانت مقدس يعني كان الطلاق هذا شيء نادر في الجزائر لكن باش يوصل لهذه الدرجه يعني شيء مرعب. بون الطلاق هذايا على جال مواقع التواصل الاجتماعي فهمني هادي تقولوا اي صاحبتي دارت تيك توك وانا ما نديرش وهذيك دايا وتانيك الفاميليا اخويا العزيز لا فامي تانيك تلعب بزاف دور. كيفاش تلعب دور الفاميليا؟ ما باليش ما عندها فهمت ما عندها اسم ما باليش دوك هذيك عندها انا ما عنديش ولعل السبب الرئيسي هو البعد عن الدين هذا هو اللي خلاه اتفه سبب وروح نوصل للمحكمه نوصل للطلاق يعني هذا شيء مرعب. ماك تشوف بلي بعض الاحيان بالك يكون طلاق حل؟ نعم بطبيعه الحال بطبيعه الحال الطلاق هو ربي داروا حل لكن الطلاق كما يقولوا بعضهم دواء لداء استعصى علاجه اذا استعصى العلاج ما صبناه سينا كل طرق العيش اخر هو كاخر حل لكن باش يكون كاول وسيله نستعمله هذا شيء ما يعني ما مدهش والله شيء مدهش والا الحياه الزوجيه مقدسه ربي قال على الحياه الزوجيه واخذنا منكم ميثاقا غليظا بمعنى الحياه الزوجيه رابطه مقدسه لا تفكك الا اذا استحالت الحياه كي تستحيل الحياه للطلاق رحمه من الله عز وجل وان يتفرقا يغني الله كل من ساعته كل واحد يشوف اللي القس اللي يناسبه. كما شفتوا مشاهدينا الكرام كانت هذه آراء المواطنين الجزائريين حول ظاهرة الطلاق اللي راهي ترتفع يعني بكثرة. أستاذة كيف شفتي يعني هاد التصريحات وكيف شفتي يعني هاد الارتفاع الكبير في نسبة الطلاق؟ بداية البدء لما شفت التصريحات تاع المواطن الجزائري لكل واحد والرأي ديالو لكن ندير ملاحظة فقط أنه علاج هذه المشكلة ما يكونش في إلقاء التهم سواء على المرأة أو على الرجل يعني واحد لأنه هذه واحد أستاذة يعني سواء لا 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 يجب هذا يعني حتى لأنه كل واحد عنده وجهة النظر تاعه وكل واحد عنده تربيته وكل واحد عنده المفاهيم الخاصة دياله يجب أن نعالج هذه المشكلة من الجذور نعالجها من الوعي نعالجها من الأسرة نعالجها من كل جوانب. أستاذة كنروحوا للأسباب شفنا بلي الأسباب تختلف حتى كاين وين أسباب تافهة ما فيها حتى معنى يكون عليها الطلاق. بكل صراحة أنت يعني كأستاذة محامية وشنو هما الأسباب اللي تشوفيهم؟ فعلا احنا يجوا المكاتب تاعنا يعني العديد من قضايا شؤون الاسره حتى انه احيانا تكون اغلب القضايا قضايا شؤون الاسره. لماذا؟ الاسباب هو الله سبحانه وتعالى فعلا حل الطلاق لانه هو اخر حل عند استنفاد كل يعني كل الحلول ابغض الحل خلاص الله. نعم شنو هما الاسباب استاذ؟ اسباب كثيره مثلا اسباب اجتماعيه أسباب اقتصادية أحيانا يكون المستوى الاقتصادي يكون شوية يأثر كذلك على الأسر الجزائرية ينجموا يطلقوا على جال المصروف ينجموا يطلقوا على جال السكن ينجموا يطلقوا على ضيق المعيشة. كذلك هناك مشكل كبير اللي هو مشكل الوعي. أنا دائما نقولها هذه المشاكل ولا هذا بالك هذا الضيق هذا من بكري مالينا كانوا عايشينه لكن كانت الطلاق ما كناش نسمعوا بالك ما كانوش يسمعوا بهذاك الوقت كما الآن. شوفي بالك الطلاق ولا ما شغل ماشي عيب ويشوفوا بلي بكري بالك كانت عيب المرأة تطلق اصبحت ظاهرة عادية دوكا ولات عادي انه يعني الانسان يطلق ولا المرأة تطلق لا والله غير هي بعيدا عن ظاهرة العيب او ظاهرة لانه اي شيء راهو في القانون اي شيء راهو في القانون او راهو في كتاب الله عز وجل ماهوش عيب. المشكلة راهو في الخلفيات والمشكلة راهو في التبعات تاع هذا الطلاق خصوصا احنا نتكلموا على الاعراف عند الجزائريين يعني العادة تاع الجزائريين انه شغل مام المرأة تجي بالك غضبانة عند دار يماها وباباها باباها ما يخليهاش تغضب يرجعها دوك اذا كانت ظالمة ولا مظلومة ترجعي لدار راجلك هذه بالك ما وليناش نشوفها في الوقت الحالي ما وليناش نشوفها. وعلاش استاذ ليس بصفه يعني دائما ماشي دائما تكون لكن فعلا ولات ظاهره انه زمان كان الاب دائما انا مع فكره انه الاب يحوس اذا كان هناك مشكل فعلا الاب ما لازمش يخلي بنته تنهان او حتى انه يخليها تتظلم لكن دائما يكون حكيم
في كما نقولوا حكيم في حل هذا المشكل اللي راهو بينها وبين الزوج، لكن المشكله لما يصير حتى الاهل يحرضوا على الطلاق. طيب لما حتى الاهل لما يشوفوا مع اول مشكله يلجؤوا الى الطلاق. انا نظن انه الاسر الجزائريه ما راهيش بهذا السوء، يعني نقولوها صراحه الاسر الجزائريه دائما انه حتى من جهه الرجل او من جهه المراه دائما يحوسوا الاهل، يحوسوا يلموا. بلا استاذه بلا ما نروحوا للاهل، بكري كان نسمعوا بالمصلح العائلي. المصلح العائلي هو كبير تاع العائله، كبير في الاسره وكلامه مسموع. وين راه المصلح العائلي؟ المصلح العائلي ولا ما كاش؟ نقولوا يعني صراحه الا ما رحم ربي. والمصلح العائلي مع انه هذا شيء موجود في القران الكريم، صح. وربما ولات الناس ما تتدخلش، لانه حتى الازواج يقول لك انا هذه حياتي الخاصه وما نسحقش اللي يتدخل فيها، لانه احيانا باش يتدخل لازم الزوج او الزوجه يطلبوا ذلك. المفروض انه لما يكون هناك مشكله يروحوا عند كبير العائله، يروحوا عند الشخص اللي يكون حكيم، اللي يكون حكيم ويكون كلمته مسموعه، ويكون يعني ممكن على بالك، لانه المشكله ممكن كاين مشاكل اللي تقدر انها تتحل بسهوله بمجرد يعني بمجرد راي حكيم من شخص كبير، بمجرد كاين الناس كذلك تلجا الى شيخ المسجد. هذاك شيخ المسجد ممكن يرطب، ممكن يعني هناك شيوخ لتعمل اصلاحات يعني ما بين الزوجين. استاذه كذلك المحكمه المفروض ان نخلوها اخر حل، كما اخر باب نطرقوه اذا انتهت هناك الحلول. لكن استاذه انت قلتي انه طلاق خلوه اخر حل، اخر حل هذا هو الاصل. لكن وقتاش تشوف الاستاذه انه المراه يحق لها تلجا للطلاق؟ وهل المراه عندها الحق انها تطلق؟ هي فعلا كما نقولوا اسباب حق يعني طرق فك الرابطه الزوجيه هي اربع طرق. اولا لانه نقولوا انه العصمه هي في يد الزوج، الزوج فعلا عنده الحق انه يطلق سواء بسبب او بدون سبب. هذا الشيء مسموح له قانونا، عنده فقط تعويضات. أكيد. كذلك هناك الطلاق بالتراضي، يعني الزوجين إذا كانوا تفاهموا أنه مستحيل يكملوا الحوادث الزوجية يطلقوا بالتراضي. أما بالنسبة للزوجة عندها تطليق، لأنه هو القاضي هو اللي يفرق بيناتهم، هو اللي يطلق. يكون هناك أسباب نصوص عليها في المادة 53 من قانون الأسرة، 10 أسباب. تفضلي الأسباب. 10 أسباب، الكثير من الأسباب. هناك الاقتراف الزوج لجريمة، مثلا الزوج اللي يدخل المؤسسة العقابية ويكون هناك جريمة تمس بالأسرة، عندها الحق انها تطلب طلاق، وهذا الشيء ممكن اثباته. عدم النفقه، الهجر في المضجع لمده اكثر من 4 اشهر، الشقاق المستمر بين الزوجين، يعني العديد من الاسباب. لكن دائما نقولوا انه الماده 53 المشكله فيها وشنو هي؟ هناك امور يصعب اثباتها او اثباتها ياخذ وقت، بالك دليل لازم شهود على ما اظن. يعني نقولوا شوفي الراجل والمراه راهم في بيت وحده، كيفاش يجيبوا شاهد على واش راهم صار بيناتهم؟ حتى اذا كان الشقاق مستمر والدواس دائما الجيران ممكن يسمعوا، لكن ما نروحوش نجيبوا جار يشهد على امور داخليه في البيت الزوجيه. وبالتالي هنا صارت مشكله كذلك، يصعب يعني هذه الماده نلجؤوا لها فقط كي تكون الامور باينه والامور اللي فيها دليل، مثل كما قلنا كيكون حكم جزائي ضد الزوج. وبالتالي اصبح هناك حل اخر بعد تعديل سنه 2005 اللي هو الخلع. قبل سنة 2005 كان الخلع يجب أن يكون بموافقة الزوج. الخلع ما هو؟ أنه ترد له بدل ترد له المهر دياله وتخلع نفسها. الآن بعد 2005 صار حتى بدون موافقة الزوج، يعني إذا كان هذا هو التعديل اللي فتح باب للخلع كذلك. أما فيما يخص تقولي لي أن المرأة عندها الحق أنها تفك الرابطة الزوجية، هو الحق يكون للرجل وللمرأة، لكن حنا نقولوا دائما ما يكونش تعسف في استعمال هذا الحق، لانه احيانا لما نشوفوا انه هذا الطلاق هو حل، حنا رانا كمحامين ورانا كنشطاء حقوقيين، على بالك النتائج ديالو راهي وخيمه على الرجل وخطيره على المراه كذلك، وخاصه والادهى بالامر اذا كان هناك اولاد. حنا نقولوا لهم فقط خلوكم واعيين فقط للناس، اذا كانت حياتكم انتم مع بعضاكم نهار تندمي انت او يندم هو، لكن لما يكون هناك ابناء هنا اذا كنتوا طلقتوا، يعني نقولها من هذا المنبر، اذا كنتوا يعني طلقتوا لاسباب واهيه اللي كان ممكن انها تتصلح، وعد
تعمدتوا انكم فقط تلجؤوا للطلاق دون وعي، دون استشاره، دون يعني دون اللجوء لاختصاصيين الاستشاريين، والابناء تاعكم هما اللي راح يكونوا، راح تكونوا مجرمين في حق هؤلاء الابناء. صح. غدوه، اسمح لي نكمل فقط هذه الكلمه، غدوه لما تلقاو الابناء تاعكم ضايعين، غدوه لما تلقاو الابناء تاعكم غارقين في المخدرات وغارقين في الافات الاجتماعيه، لازم تعرفوا اول شيء انكم انتم اللي كنتوا السبب، وانتم اللي ضحيتوا بهذه الابناء في سبيل يعني امور او كما نقولوا على جال خفه عقل. سامحني بلال، كاين كما شفنا خبر الاراء. نعم. منذ قليل كاين ناس تقول لك انه مواقع التواصل الاجتماعي هي كذلك سبب. نعم. بالفعل. نعم. وين ولينا نشوفوا كعكات، شموع، احتفالات، رقص، موسيقى، ناس تحتفل بالطلاق استاذه. نعم. يعني شيء نتاسفوا عليه. ديما شغل تاسفوا نبكوا بالدموع. وهل تشوف الاستاذه انه مواقع التواصل الاجتماعي بالفعل عندها سبب في هذا الموضوع؟ اولا لما نتكلموا صح على مواقع التواصل الاجتماعي عندها ايجابيات وعندها سلبيات، لكن للاسف قله الوعي عندنا خلتنا نستعملوها من الجانب السلبي اكثر من الايجابي. مواقع التواصل الاجتماعي فتحت الدنيا على فتحت يعني الاسره على العالم بحد ذاته، وهذا التفتح كان بدون وعي وبدون عقل. بالتالي مواقع التواصل الاجتماعي نقولوها صراحه ساهمت في انتشار الخيانات سواء من جانب الرجل او من جانب المرأة. مواقع التواصل الاجتماعي كذلك ساهمت في فخ المقارنة. بارك الله فيك، في فخ المقارنات. ومواقع التواصل الاجتماعي هي اللي وصلت الناس تحتفل بطلاق استاذة، وعندنا تقرير مادا بينا تعلقين عليه. نعم. راح نشوفوا مشاهدينا الكرام هذا التقرير حول يعني الكعكات والاحتفالات اللي ديروهم يعني بسبب الطلاق. ولا نعود متابعينا، كما شفتوا هذا التقرير حول الاحتفال بالطلاق أستاذة. أولا نعود لك أستاذة، وشنو هو تعليقك حول هذا التقرير اللي شاهدناه الآن؟ والله نقدر نقول لا تعليق، لأنه هذا شيء مغضب، يعني ما نقدرش نقول لك مؤسف، مغضب. احنا نقولوا أنه فعلا في الجزائر يعني هذه الظاهرة راهي قليلة، ونتمنوا أنها ما تنتشرش، أنه نحتفلوا بحاجة إيجابية. صح. طلاق مهما كان ومهما كان هناك مشاكل، وحتى إذا كنا لجأنا له ما هوش حاجة إيجابية. الطلاق هو عبارة عن ألم، الطلاق هو عبارة عن فراق ما بين شخصين كانوا أقرب، يعني كانوا قراب بزاف لبعضهم. الطلاق ما هوش حاجة اللي نحتفلوا بها. طيب. بالتالي هذا الشيء احنا نقولوا أنه فقط بالنسبة للناس اللي راهم صغار، أنه إنسان كبير وواعي وبعقله ما يديرش حفلة للاحتفال بالطلاق. أكيد. طيب أستاذة، لو نعود نقولوا نحكيوا على الطلاق، هناك أسباب يصعب إثباتها، وهذا الشيء اللي يخلي الأزواج يلتجؤوا للطلاق الصامت. أولا أنا حبيت نعرف شنو هو أصلا الطلاق الصامت. الطلاق الصامت أنه زوج عايشين مع بعضهم في دار وحدة، هو في جهة وهي في جهة، ممكن ما يتكلمش معها ما تتكلمش معاه، عايشين مع بعضهم فقط. يلجؤوا ليه الأزواج أحيانا لأنه ممكن هي تكون ما عندهاش وين تروح. صح. يكون هو كذلك عنده الدراري، يقول لك انا نطلق نولي في النفقه ونولي في الايجار وانا ما عنديش، ونولي في الحبس ونولي وانا ما عنديش، وبالتالي نعيش هكذاك وخلاص. يعني كاين اسباب كثيره، وتكون يعني عنده مسؤوليه ويدير المسؤوليه تاعو، يكون عنده مسؤوليه، قال نقضي نشري هي طيب تربي دراري تو، لكن العلاقه بينتهم منعدمه، واحد ما يسمع بالطلاق في العائله، ممكن الاقربون فقط اللي يكونوا على بالهم. يعني زواج شكلي، خلينا نسموه زواج شكلي، وهذا كذلك يكون عنده يعني وراه موجود كثير على بالك. كاين اسر جزائريه اللي لحقوا لسن معين، يعني صدقيني نعرف ناس لحقوا لسن كبير وما بيناتهم طلاق صامت لمده حتى 20 سنه. يعني هو في واد وهي في واد، وراهم يعني جمعهم فقط البيت الواحد. استاذه، ولكن ما تشوفش انه هذا احسن من الخلع او الطلاق او يعني؟ انا ما نقولش انه احسن، لانه حتى الانسان لما يعيش في هذا الطلاق الصامت، هذا الطلاق الصامت شيء مسكوت عليه، لكن عنده نتائج كذلك. الطلاق الصامت ياثر على الاطفال، ياثر على النفسيه تاع الاشخاص. الطلاق الصامت يخلي هناك علاقات خارج اطار العلاقه الزوجيه، حتى دينيا يعني هذا الشيء راهو يلوث المجتمع. الطلاق الصامت يعني تزيد العدوانيه كي يتلاقاو زوج ما يتفاهموش. اكيد تزيد العدوانيه، تزيد الشحناء، تزيد البغضاء، في حين انهم كانوا من الممكن انهم يلجؤوا لامور يقدروا يعاودوا يجمعوا ما بيناتهم، مادام هما عايشين في بيت ما بيناتهم. على ما نحاولوش ان نصلحوا، على ما نحاولوش انه نتنازلوا، لانه فعلا كاين كلمه لازم نقولها، الزواج هو عباره عن سلسله من التنازلات.
ما تقدرش المرأة تعيش بنفس الحرية وبنفس يعني الحياة اللي كانت تعيشها وهي سيليباتير، والرجل كذلك ما يقدرش يعيش بنفس الأمور اللي كان يديرهم وهو سيليباتير، لازم يتنازل وهي كذلك لازم تتنازل باش تستمر هذه الحياة الزوجية. أستاذة لو نمشيو لبعض القصص اللي الأستاذة عندها تجربة معها حول نعم. الطلاق. بالنسبة للقصص يا ودي لو كان نبدأ نحكي منا ما رايحاش نحبس، لأنه قصص تدمي القلب تدمي صح. القلب على بالك حنا رانا في العمل تاعنا أحيانا نولوا للدار نقولوا لازم نكونوا موضوعيين لازم نكونوا، لكن نولوا للدار قلوبنا مريضة مش رانا نشوفوا. كاين نحكي لك على الخلع، بغض النظر إن كانت هذه المرأة عندها الحق أو ما عندهاش الحق، بغض النظر إن كان هناك مشكل دافع إلى هذا الخلع أو ما دفعش. كاين رجل عنده أولاد، عنده 4 أولاد وصل يعني من الزواج أكثر من 20 سنة، كانوا هناك مشاكل، كانوا هناك عنده مشاكل اقتصادية، كانوا هناك عنده مشاكل مع الزوجة تاعو، الزوجة تاعو لجأت إلى الخلع. على بالك واش دار ذلك الزوج؟ ولا يشوف انه حياته يعني والشيطان كذلك تدخل، ولا يشوف انه حياته انتهت. حياته هنا خلاصت. ضد الطلاق والخلع. هو كان ضد، هو ما عندوش، على بالك بعد 20 سنة حتى الزوج ما عندوش وين يروح. ما كاش وين يعني هذيك هي حياته. الشهريه تاعو هذا الرجل اللي عنده شهريه تاع 30000 دينار جزائري 3 ملايين وين حيصرف عليه؟ شنو هي السبه؟ وين حيصرف عليه؟ انا تطلب بالخلع ولا دير الخلع؟ نقول لك التداعيات اللي لحقت ليها اكثر من السبب، يشوف انه هاد 3 ملايين هذه تاعو واش حدير له؟ على بالكم باللي انتحر. سبحان الله. انتحر هذا الزوج على جال هذه المشكلة اللي ولا يشوف روحه أنه ما كاش يعني. هناك حل. نشوفوا المشكلة بغض النظر إذا قلنا إذا كان عندهم الحق، إذا كانت هي ظالمة أو هو اللي ظالم، علاش قلنا هنا ما راناش هنا باش نظلمه، رانا هنا وسائل الإعلام راهي هنا باش تنشر الوعي باش تقول للناس خلوه كآخر حل. هناك مشكلة كذلك، كاين قصص أحيانا تماركيني، كانت يعني زوجة لما توصل سن معين، لما توصل اللي طلقها وهي صغيرة أو طلقها وهي مازال عندها فرص في الحياة، طلقها أنها قادرة تخدم قادرة تعمل قادرة تعود حياتها، نقولوا حتى إذا كان ما كانش هناك أولاد نقولوا معليش. لكن الطلاق كاين أحيانا. آخر مرة والله هذه القصة ما نسيتهاش، في المحكمة نلقى عجوزة صعيب أنها توقف، هذه ما كانش القضية تاعي شخصيا، لانه نحن نعرفوا الغول تاعنا رانا نستناو التجأت للطلاق. شو هي اللي التجأت الى الطلاق؟ راجلها صعيب، جايبتها بنتها تقودها كبيره عندها مرض السكر، لاني لما لقيتها مقلقه عطيت لها تشرب الماء، قالت لي انا شوي ديابيتيك وراني عيانه الى غير ذلك، واقفه على بالك لما نادى عليها القاضي باش تتقدم، لانه يتقدموا لما يكون هناك صلح يتقدموا البطاقات تاعهم، لما نادى عليها القاضي صدقيني حسيتها تمنات لو كان الارض تشقت وما قعدتش في هذاك المكان وما مشاتش هذيك المشيه. صدقيني شيء مؤسف لما تلحق المراه، يعني المراه لما تلحق سن 60 70 سنه وتطلق وين تروح؟ صح. تولي ما بين الولد بالك يرفدها، ما بين الطفله بالك ترفدها، تولي عند النسيب او الادهى اذا كان ما عندهاش اصلا وين تروح؟ صح. يعني شوفي المشكله تاع الطلاق والله لو كان نبقاو نتكلموا فيها منا الغد وصبح او نديروا عليها حلقات وحلقات ما رايحاش نحلوا. وبالتالي انا نقول انه شنو هو الحل؟ الحل انه كلنا لاعبين في هذا الحل. الحل انه يكون هناك تاهيل زواجي قبل الزواج اصلا، يكون هناك اذا كان هناك مشاكل لازم نصبروا على بعضنا، اذا كان هناك مشاكل نخلوا الطلاق هو اخر حل، نلجؤوا الى اختصاصيين، نلجؤوا الى حكماء الاسره ليحلوا هذا المشكل. الحل كذلك انه الدوله عندها دور، احنا عندنا دور، الاهل عندهم دور، المجتمع المدني عنده دور. المجتمع المدني انت عندك جمعيه او عند راك ناشط، ما ديرليش يوم دراسي او ما ديرليش يوم ديرلي دورات، ديرلي دورات للتحسيس، ديرلي دورات للتثقيف، ديرلي دورات لرفع الوعي، يعني كامل رانا مسؤولين. شكرا لك استاذه. وهو كذلك قلتي لنا قبل ما نلحقوا للنتائج هذه المؤسفه لازم الواحد اصلا تأهيل قبل الزواج ويعرف اصلا شنو هو لازم تأهيل. التجربه الماليزيه كابرز تجربه، ماليزيا انخفضت فيها نسبه الطلاق لما ولا يديروا تأهيل لشهر واحد قبل الزواج. وذلك كان مفروض قانونا، يعني ما كانش زواج لو كان ما تأهلش، ما كانش زواج لو كان ما توعاش، شرط وشرط قانوني. شكرا جزيلا استاذه على هذا النقاش، دائما تفيدينا بهذه المعلومات المهمه. دنيا نروحوا لفقرة الركن الأخضر. أكيد. مشاهدينا الكرام كاين بزاف نساء يعني تهتم بتزيين المنازل،
اليوم عندنا نبات يعني تزيين المنازل بالنباتات. اليوم عندنا نبتة القفص الصدري نروح نتعرفوا عليها في هذا التقرير اللي اعدته الزميلة أمينة أوشان. مشاهدينا كما شفتوا الركن الأخضر لنهار اليوم، ومن الركن الأخضر نروح للصحة بلال ونرح نناقشوا موضوعنا الثاني لنهار اليوم عن الجهاز المناعي. كيفاش نقويوه؟ أكيد وكيفاش نقويوه؟ حاضر معنا الطبيب طبيب عام الأستاذ رفيق بوحوش. مرحبا بك، صباح الخير. مرحبا، صباح الخير، شكرا. شكرا لك أستاذ. أستاذ، للحديث عن الجهاز المناعي، أولا أنا حابة نعرف وشنو هو أصلا الجهاز المناعي وكيفاش نعرف أنه جهاز المناعي راهو ضعيف. على كل حال الجهاز المناعي في المتعارف عليه انه الخلايا المناعيه. بصح واش هو الجهاز المناعي؟ عباره عن عده اعضاء تكمل بعضها البعض، لهذا سمي جهاز مناعي. هكذا نبداو، عندنا الجلد، عندنا النيف، الشعيرات هذوك اللي في النيف، المخاط، الحلق، ليزاميغدال، اللوزتين اللي نسميهم حنا الكراجم، داكو. ونوصلوا للخلايا المناعيه، وقبل ما نوصلوا للخلايا المناعيه كاين لو تيوب ديجيستيف، الخلايا تاع الجهاز الهضمي تاعنا تاع الامعاء. هذا اون جينيرال بصفه عامه هذا هو الجهاز المناعي، الجهاز المناعي تاع الانسان. وكيفاش نقولوا باللي الجهاز المناعي تاع هذاك الشخص ضعيف؟ هو الدرك ما نقدروش نقولوا الشخص الفلاني عنده جهاز مناعي ضعيف ولا جهاز مناعي قوي، ولا بيسك تختلف على حسب دابور الحاله الشخص، يعني حاله الشخص، العمر تاع الشخص. ان بيبي كي يخلق ما عندوش جهاز مناعي راه يجيب المناعه تاعو من عند يماه، ومن بعد ابري سي موا باش يبدا يكتسب الجهاز المناعي. يعني يكتسب؟ نو، ما يكتسب. الجهاز المناعي كي يخلق الانسان يخلق بلي زونتيكور تاع يماه، ومن بعد ابري سي موا يبدا ينتج هو المناعه تاعو الذاتيه تاعو. درك سوجيجان يتمتع بمناعه لانه الجسم تاعو راهو في صحه جيده، المناعه تاعو راح تكون جيده وراح يكون عنده مقاومه للامراض والمختلف الفيروسات بصفه جيده. واحد سوجي اجي وين الجسم تاعو كامل رايح يبدا يضعف، العمل تاع الجسم ينقص، التفاعلات الانزيميه تنقص، الهرمونات نتاعو تضعف، الجهاز المناعي تاعو يكون ضعيف. استاذ، اعراض ضعف الجهاز المناعي؟ اعراض ضعف الجهاز المناعي اون جينيرال سي الانسان يولي مريض بزاف، يولي مريض، ماشي يمرض، يولي مريض. تشوف كل عده امراض داير كيما درك الفي اش، فيروس الفي اش واش هو الخدمه اللي يخدمها؟ انه يقتل الجهاز المناعي، يولي الانسان بتيت غريب، تطيحوا تاثر عليه. طيب وشنو هي الاشياء اللي تقتل لنا كما قلت الجهاز المناعي او ضعفه؟ الجهاز المناعي تاعنا راح يضعف لاسباب عده، بوكو بليس كي نكونوا ستريسي، نتقلقوا بزاف، يعني القلق يضعف، الستريس يضعف الجهاز المناعي، لانه الستريس راح يفافوريزي لا سيكريسيون دو كورتيزون. شنو هو نوع الستريس اللي يقدر يضعف لك المناعه؟ كل انواع الستريس بالمفهوم العام، الستريس كامل يضعف المناعه، اللي راح الستريس يفافوريزي لا سيكريسيون دو كورتيزون، وهذا الكورتيزون راح يضعف المناعه تاعنا. نقولوا مثلا الستريس في العمل، هذا الشيء اثر ايضا. الستريس في العمل هو اسوء انواع الستريس. وكيفاش نتعاملوا معه استاذ؟ هو الستريس لازم باش تتعاملوا معاه، لازم باش ما ياثرناش على الجهاز، باش ما ياثرناش الجهاز المناعي تاعنا، لازم دابور النوم بصفه منتظمه، ناخذوا قسط من النوم كافي من النوم سورتو في الليل، وثاني القيلوله نديروا دي ميكرو سيست في وقت العمل، لان دوك لي ميكرو سيست راحين يخفوا الضغط تاع العمل ويخفضوا ثاني لو ستريس تاع العمل. وشنو هذاك الشيء اللي يعطينا يقوي لنا المناعه تاعنا. ثاني وسي انسان ما يديرش سبور، ما يتحركش بزاف، انسان ماهوش نشيط، ماهوش يتحرك، الدوره الدمويه تاعو تكون خامله. يعني اللي ما يديرش سبور المناعه تاعو تكون ضعيفه، لانه يعني بارابول الانسان اللي يدير سبور، دونك واحد يدير سبور راح ينشط الجسم تاعو، راح تنشط الدوره الدمويه، راح يكونوا هذوك الخلايا المناعيه يتحركوا بصفه سريعه،
واش يمدي لنا استجابه سريعه واستجابه في وقتها المختلف هذوك الحوايج اللي راهم يهددوا الجسم من برا يقدروا يقاوموه. ماذا عن النظام الغذائي؟ هل النظام الغذائي يعني اثر بشكل كبير وهو من اسباب باش الواحد يقوي يرفع ولا ينقص المناعه تاعو؟ اكيد النظام الغذائي اثر بشكل مباشر على المناعه تاع الانسان من عده جوانب. دابور الانسان كي يكون ياكل ماكله ماهيش متوازنه، غذاء غير صحي، راح ياثر على ياثر اولا على التيب ديجيستيف، على الجهاز الهضمي وخاصه الامعاء، لانها تشارك تساهم بنسبه 70% في المناعه تاع الانسان. اكيد والمعده بيت الداء كما يقول. المعده والامعاء سورتو الامعاء لان فيها خلايا، هذيك الخلايا هي اللي راح تفافوريزي لابسوربسيون تاع لي زيليمون اللي نيسيسار بوغ ليميونيتي تاعنا، وفيها لوخر اسمه لي فلور انتستينال. كيفاش يكون الغذاء الغير متوازن؟ الغذاء الغير متوازن درك راهو معروف كجزائريين، نحن عندنا نظام غذائي واحد في كامل الاسر الجزائريه. هو النظام الغذائي تاع الاسره الجزائريه نظام تقليدي، راهو نظام لاباس به، راهو نظام يفافوريزي المناعه، يفافوريزي الصحه، يفافوريزي بصح واش هو درك في الاونه الاخيره بدات العائلات الجزائريه تنحرف عن التقاليد تاعها، ولينا نحبوا الاكل السريع، نحبوا هادو المعلبات، الماكولات الدسمه. الماكولات دكتور هي ماكولات درك حنا الانسان ما خصوش نقول لك ما ناكلوهاش، كاش منها رانا عايشين في عصر العولمه بصح واش هو غذاء غير متوازن. غذاء غير متوازن وغذاء غير صحي وغذاء مضر جدا بصحه الانسان، وهذا معروف درك للعامه والخاص مقارنه بالنظام الغذائي التقليدي. لانه النظام الغذائي سابقا كان يدخل الاعشاب الطبيعيه، حتى الخضر والفواكه كانت تنبت بشكل طبيعي، الان يعني نقصت هذا. ايه هو بوكو بليس، حنا في الجزائر مازلنا شويه لا بيو مازلنا شويه، ما الزراعه تاعنا ماهيش فريمون متاثره، كاينه ما نقولكش ما كانش بصح واش هو مازال شويه فيها لو بيو. دايوغ كي تروح تشري الفاكهه تلقى فاكهه هكاك شويه مشوهه، تلقى فاكهه شويه بيكي، هذا دليل على انها راهي بيو طبيعيه راه فيها بليزانسكتيسيد مي ماهيش بطريقه كبيره. وشنو هو الطعام ولا الماكله اللي تقوي لنا من المناعه اللي تنصحنا بها؟ هي الاكل المتوازن، الخضر، اكل صحي اللي يكون مركز على الخضروات، الخضروات والفواكه راح يعطينا مناعه متوازنه. علاش؟ باسكو راح يعطينا دي فيتامين، سورتو لي فيتامين، باسكو لي فيتامين هما الاساس تاع المناعه، بالاخص الفيتامين ا، الفيتامين بي، سورتو البي 6 البي 9 والبي 12. واش من الاكله اللي نقدروا نجيبوا منها هذه لي فيتامين؟ هما اون جينيرال الخضر، الخضروات والفواكه يعطونا هذو. والمكسرات استاذ والمكسرات اكل اكيد، والفيتامين سي سورتو الفيتامين سي، الفيتامين سي عنده دور مهم جدا في المناعه مع الفيتامين دي. الفيتامين دي يجينا من الخضروات والاكسبوزيسيون سولير، اللي احنا الحمد لله في الجزائر عندنا الشميسه الله يبارك معروفين بها احنا في شمال افريقيا انه الجو تاعنا مشمس، وهذاك الاكسبوزيسيون سولير التعرض لاشعه الشمس راح يعطينا يساعد جسم الانسان باش يدير لا برودكسيون دو فيتامين دي اللي راهو اساس من اساسات المناعه الجيده. كاين مكملات غذائيه يقول لك تزيد في المناعه؟ اكيد المكملات الغذائيه مليحه ونستعملوها بور دي كور داكور، بور بوستي باش نعاونو باش لا باش ندفعوا بوستي ليمينيتي باش نقويوا المناعه تاعنا. بصح واش هو نحط في ننصح برك المشاهدين انه هذه المكملات الغذائيه ما راحش تعطيك مناعه في نهار وزوج، هذه المناعه تاعنا راح تديفلوب على شهور داكور، ماشي درك حنا كما في وقت الكوفيد في وقت فات اللي يحس بروحه عنده كوفيد راه يشرب الزنك. الزنك صح يساهم في تقويه المناعه بصح على المدى الطويل، ماشي هذيك دقيقه، ماشي تشرب حبه تاع الزنك وتقول خلاص سي بون مليح، تشرب فيتامين دي 3 تقول سي بون راني. وثاني شيء لازم نتولهوا ثاني، الزنك راهو معدن ثقيل وراهو سيرتان دوز يولي توكسيك، الفيتامين دي ثاني سيرتان دوز يولي توكسيك، على هذه لازم توجور نشوفوا مع الطبيب تاعنا هو اللي يمد لنا ديكور ادابتي اللاج تاعك، المستوى تاعك اللي راك عايش فيه، لطبيعه العمل تاعك
باش تقوي المناعه نتاعك بشكل صحي وبدون خطر. يعني تختلف الحاله من شخص لاخر. اكيد من شخص الى اخر على حسب اللاج. كي حكيت لنا على الكورونا كاين بزاف اللي يقول لك بلي الكورونا ساهمت في اضعاف المناعه لدى الاشخاص. واش تقول لنا على هذا؟ هو الكورونا كوفيد الكورونا فيروس هذا سي ان فيروس كي اكزيست كون كوني دوبي اكس طون. بصح واشنو هو الطفره اللي صارت له في 2019 حتى 2020 هي اللي ردته خطير. درك الكوفيد 19 ساهم في اضعاف المناعه تاع 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 البشريه ماشي غير تاع الجزائريين تاع البشريه بطريقه غير مباشره ماشي هو اللي ضعف المناعه لا لا كي يدخل فيروس الجسم تاع الانسان والجسم تاع الانسان يقاومه الجسم تاع الانسان بعد ما يرتاح راح تقوى المناعه تاعو راح يتعرف على فيروس جديد وراح يقوي المناعه تاعو وانما هذوك لي ميزور باريير اللي درناهم ضعفوا المناعه تاعنا ولينا ماناش اون كونتاكت بزاف مع الجو الخارجي مع لي فيروس دايرين بافيت نغسلوا في يدينا نعقموا في كلش اكيد لانه الجسم تاع الانسان لازم توجور نتيت بكتيريا نافعه لازم بكتيريا نافعه لازم ثاني يوسي شاك فوا يتحرك باش يخدم باش ينتج دي زونتيكور باش ينتج دي باش كاين اصلا كاين اللي يقول لك خلي وليدك يلعب بالتراب خليه باش يعني يكتسب مناعه اكيد اكيد بيان سور كي يكون الانسان اون كونتاكت مع مع كل العوامل الخارجيه يكتسب مناعه خير واحد من خير واحد معزول اللي حاضر علاش بيسك بصح سيرتان نيفو ماشي تخليه يزبلها بصح شنو هو سيرتان نيفو علاش دوك باغ اكزومبل نعطيهم مثال القبائل هذوك في الغابات الاستوائيه لو كان تحكموا امتيت غريب يموت علاش بيسك الجسم تاعو ما يعرفش الفيروس هذاك على هذه دوك باغ تقام هذوك القبائل المعزوله يخليهم معزولين ما يروحوش لهم لو كان يدخل واحد لازم يتفاكسين لازم يكون ماهوش مرض سينو لو كان يدخل باك يعني فيروس تاع يعني نطلبوا من المشاهدين انه ما تخافوش اذا برطوا الجسم تاعكم او يتعرف على الفيروس والبيئه ايضا تلعب دور البيئه وين عاش الانسان تلعب دور كبير في المناعه اكيد دوك باغ اكزومبل انسان عايش في ميليو كونفيني مكان مغلق في الشتاء راه شاعل شوفاج افون في الصيف غير كليماتيزور ما يفتحش ما يهويش بيان سور المناعه تاعو راح تضعف والجسم تاعو راح يعود معرض لكل اشتاء انواع البكتيريا والفيروسات ويولي شاك فوا يمرض مرضى تفكتها مرضى الجهاز المناعي تاعو راح يتعب يتعب صح داكور ماشي كيما باغ اكزومبل واحد يهوي يدخلوا له تدخل لك الاخر حوايج حاجه ما مليحاش ومن طون تخرج الحاجه اللي راهي ضاره في الجسم في البيئه تاعك اكيد استاذ نفتحوا باب للمتابعين تاعنا اللي راهم يرسلونا رسائل الان في متابعه تقول انه هل ضعف المناعه يؤدي الى جفاف الجلد وحدوث يعني ياثر على الجلد ويؤدي الى حدوث جفاف بالجلد دونك ضعف المناعه دونك الجلد هو البرومي بارير كونتر لي ميكروب داكور درك جفاف الجلد في حد ذاته يعتبر ديجا ان فاكتور دو ريسك باش نغاتخابي دي مالادي درك جفاف الجلد كي يكون الجلد جاف المناعه تاعنا البرومي باغي تاعنا ديجا سخا اليميني داكور يبدا يولي معرض يولي ندخلو بصح واش هو ضعف المناعه في حد ذاتها ما يديش جفاف الجلد او كونترير جفاف الجلد اون جينيرال كاينين امراض لي واسمو لا ريبونس ايمونيتير كي ديفيكتيو اللي يكون زايد على حدو اللي يسبب في جفاف الجلد داكور ماشي معناها انه عنده قوي مناعه قويه لا العمل تاع المناعه راهو ماهوش ستابل يعني ماهوش غير معتاد يولي هذاك الجهاز المناعي يهاجم الجلد ويعتبره كوغ اترونجي كانذار اولي ويجف الجلد تاعي دكتور عندنا سؤال ثاني من المتابعين تقول لك انا وحده عندي 21 سنه وشنو هما الفحوصات والتحاليل اللازمه لمعرفه اذا كان عندي نقص في الجهاز المناعي تاعي درك شوف هو التحاليل كاينين نديرو امتي تفانس افيك اون فورمي لوكوسيتير نشوفوا اسكو الانسان الخلايا المناعيه تاعو راهم ملاح ولا ناقصين مي هذاك في اللحظيه في الوقت اللي نحينا لك فيه الدم داكور راح يتغير استاذ راح يتغير على حساب الحاله الفيزيائيه تاعك على حساب الحاله النفسيه تاعك على حساب اللي يتغير نحي لك درك الدم اليوم غدوه نلقى فورمين واحد اخرى هو هما نديرو ان بيلون جينيرال داكور بوكو بلوس نشوفوا لي زوليغو اليمون نشوفوا لو فير نشوفوا لو ماغنيزيوم نشوفوا الحوايج هادو اللي يبينوا لنا
الجسم تاع الانسان راهو يفونكسيوني مليح ولا لا لا. دونك لو فير سيريك لا فيريتين هما اللي يعطيونا المؤشرات تاع الجسم تاع الانسان. الخلايا المناعيه راح تتبدل على حساب الاخر. دونك تكون عندك اون تيت غريب اون تيت غوم غير كيسير برك نلقاو لي زيوزينوفيل طالعين داكور. تكون عندك اون تيت وهذا مش معناته انه المناعه تاعك راهي قويه الخلايا المناعيه راهم طالعين المناعه تاعك راهي قويه لا لا معناها الجسم تاعك راهو يدافع كونتر هذا الميكروب. يعني استاذ نفهموا منك انه الجهاز المناعي ما عندوش وضعيه ثابته وانما يتغير بتغير المكان والحاله النفسيه وما الى ذلك. اكيد اكيد ما نقدروش. كاينين فحوصات جد متطوره جد متقدمه هذيك تبقى للاخر المختصين في المجال وين عندهم طرق ودي ميثود وعندهم الاخر معادلات وكذا باش يحسبوا يشوفوا الجهاز المناعي وفي حاله في حالات خاصة جدا باش نديروا ليكسبلوراسيون تاع السيستيم ايمينيتير دون فاسون فريمون. شكرا لك دكتور. قبل الختام ماذا بينا يعطينا نصائح لكل الجزائريين اليوم يسمعوا فينا الان؟ شوف هو بوغ بوستي سون سيستيم ايمينيتير باش نقوي الجهاز المناعي تاعنا لازمنا نشربوا الماء بزاف فوسيدغاتي لازمنا نديروا نشاط يومي مش شرط تلبس سيرفات موطوح تجري 30 دقيقة تاع المشي لارجون سوفيزون يعني. ايوا لازمنا واسمو كاينين سيرتان بلونت ستريس خاصه بيان سور ستريس هذاك راه جاي ليه. كاينين سيرتان بلونت نباتات اللي كان موجوده عندنا وتقوي المناعه كيما لو تان الزعتر لورتي نبات الحرايق ولا نبات باش كيف يسموه لو بان صنوبر زيوت داكوغ ثاني لازمنا لو سومي نرقدوا مليح داكوغ لازمنا واسمو كنا لاكتيفيتي هضرنا عليها لو ستريس يفو ايفيتي لو ستريس داكوغ يفو سيدغاتي تشرب الماء مليح داكوغ خاصة هادو حوايج. وثاني وسي دو طون زون طون نديرو دي كور دو كومبليمون اليمونتير داكوغ باش نقويو المناعة نتاعنا ونستحسن نستشيرو مختص في الصحة. وثاني لازم نعتنيو بالجهاز الهضمي تاعنا داكوغ فو با ناكلو بزاف شخاشخ في الليل وليدام وكذا بيسك هذا راح يتعب الجهاز الهضمي وكي يتعب الجهاز الهضمي المناعة نتاعنا راح تتعب. شكرا جزيلا دكتور على هذه النصائح القيمة. مشاهدينا الكرام عودنا ولينا لكم وقعدتنا الصباحية مازالها متواصلة بالمواضيع تاعنا المتنوعة والمختلفة والآن نروح لعالم الطب البديل والطب العربي. بالفعل بلال اليوم عدنا موضوع عن الزيوت العطرية وراي حضرة معنا باحثة في الطب العربي الأستاذة نادية العيداني. مرحبا بك صباح الخير. الله يسلمك بك وأهلا ترحب بكم الجنة. شكرا لكم شباب ما شاء الله طاقة وحيوية وشكرا على الاستضافة. شكرا أستاذة. أنت باحثة في الطب العربي. نعم في الطب النبوي وأسرار الطب العربي واستخلاص الزيوت واستخلاص العطرية. الزيوت النباتية والعطرية. أستاذة بداية كيفاش جاتك الفكرة أصلا باش يعني تلتاجئ إلى هذا المجال اللي هو ما نقولوش ناقص وإن مقليل نوعا ما ضعيف يعني عندنا الزيوت غير يعني ما عندناش ثقافه واسعه في الزيوت. صحيح عندنا زيت الزيتون الجزائري يعني مشهوره بزيت الزيتون الحمد لله لكن الزيوت النباتيه الاخرى او الزيوت النباتيه العطريه يعني عندنا ثقافه محدوده جدا فيها. لكن الان الحمد لله رانا في يعني في التطور في تقديم هذا المجال وانا بدور يعني نكون في شباب ماديا او بدون ماده نكونهم ماذا بيا نخلي واش عندي كموروث. كيف جاتك الفكرة أستاذ؟ الفكرة جاتني الفكرة أني كنت طريحة الفراش لعدة سنوات يعني كنت نعاني من القلب الكلى هشاشة العظام وحتى الربو يعني أربع أمراض يعني لا يستعصي مرض على الله. الشيء يعني هناك حديث نبوي اللي دفعني باش نبحث هو الحديث يقول في معنى الحديث تداووا عباد الله لقد خلق الله لكل داء دواء علمه من علمه وجهله ما جهله. من هذا المنطلق بدأت رحلة البحث عن العلاج يعني بعيد عن الأدوية الكيميائية وهي تجربة ذاتية أستاذة تجربة ذاتية نعم وأبحاث حرة وأبحاث ذاتية الحمد لله والآن يعني بفضل الله وتوفيقه
أنا الجزائرية الوحيدة عضو في المنظمة العالمية للطب الأصيل تحت قيادة الدكتور حسن الحكمي من السعودية. الحمد لله شاركت بتقريبا 3 براعات اختراع علاج ضمور الكلى، ضمور المخ والتوحد، يعني الحمد لله نعالج هذو بالغذاء بالزيوت وبأعشاب طبية. طيب الزيوت العطرية والفوائد تاعها التجميلية، تقدري تعطينا الأنواع تاعها؟ نعم، الزيوت العطرية هي زيوت نستخلصها من النباتات، وكي نقول عطرية ما معنى عطرية؟ أو أساسية أو إثيرية أو كما نقولوا الزيت الروح تاع النبتة هذيك نستخلصها عن طريق التقطير. الزيت هذا العطري هو زيت أساسي نستخلصه من النبتة متطاير، أو نسميها الزيوت المتطايرة كما الكحول أو الإيثير. تحطيها على يدك، عندي هنا زيت عطري. طيب أستاذة، قبل ما نحكي على كيفية استعمالها، نحكي على كيفاش يعني يتم عملية التقطير. وإحنا شفنا أنه الآن العشابين، ما نقولش كلهم وإنما البعض منهم، لما تحوسي على زيت معين يحصره لك يعني في مباشرة. هذا خطأ صراحة، خطأ؟ هذا خطأ. خطأ لماذا؟ لأن الزيت كاين زيت المعصور، هذه الآلة الصغيرة يعني على مستوى حرفي نعصر بها البذور، مثلا بذور الكتان أو بذور السمسم أو بذور حب الرشاد نعصروها، كما نقدروا نقطروها باش ناخذوا الماء المقطر تاعها او حتى الزيت العطري. حنا في بعض الاحيان، انا يعني الملاحظه هذه نديرها اخواني العشابين، يعني مانيش كما يقولون نهاجم فيهم، ولكن لسلامه الانسان، سلامه المستهلك بالدرجه الاولى. الزيت كي نعصره راح تطلع درجه الحموضه، مثلا هذا بذور الكتان نعصره ما نقدرش نمده للمستهلك مباشره، لازم نخليه عندي على الاقل 72 ساعه، 3 ايام تكون عنده ترسبات، يترسب هذيك الترسبات لتحت تترسب، هذيك ما نقدروش نخليوها في الزيت. تصفيها بدورك؟ نعم، تتصفى بعد 3 ايام نصفيها، وتكون درجة الحموضة تحت عدلت، يعني تكون من 5.5 حتى 6 تكون الدار، أو حتى 6.5 تكون درجة الحموضة مليحة ما تضرش بصحة الإنسان. أما إذا تركنا مثلا راني عصرت الزيت ونحطه في هذه القنينة ونمده للمستهلك، المستهلك ما راحش يصفيه، رايح ممكن يستعمل هذا يتصفى، لكن رغم هي زيت وكي نعصرها ونتركها في القنينة، البذور هذه فيها نسبة من الرطوبة، هذه الرطوبة راح تعمل تزنخ وتعمل بكتيريا في الزيت، راح يولي ممكن بعد 10 أيام 15 يوم راح تفيق هذا البكتيريا، وهذا التزنخ عوض يعالج الإنسان راح يضره. طيب من جهة واحدة أخرى، أنا نفضل هذا العشاب اللي يروح يعمل يدرس اولا، والدراسه تاع الزيوت ما راهيش انك تعصر فقط، اعصر وخليها على الاقل 3 ايام وصفيها. كاين زيوت اللي تقعد 15 يوم باش تتصفى، ونقدر نعملها من بينهم زيت الخروع، يعني لازم على الاقل 15 يوم باش تتصفى ونقدر نستعمله. الترسبات هذيك اللي تحت ما نقدرش نستعملها، راح تولي مضره. واش تقدر دير لنا هذيك الترسبات لو الانسان يعني ما كانش على باله؟ واش تقدر تضرنا؟ ممكن في هذيك تضرك، ممكن دير لك الم في البطن، ممكن تخرج لك حساسيه، ممكن باسكو فيها ماده، هذيك الماده راح تولي درجه الحموضه تاعها مرتفعه جدا. لهذا احنا قبل ما نبيعوها للمستهلك، قبل ما نبيعوا احنا المستهلك، راح نعملوا ديزاناليز تاع الزيوت، اي زيت نعملوا نوجهوه للمختص يعمل لنا تحاليل، كي تكون التحليل تاعو يعني راهو 5 ولا 6 نراه امن على المستهلك. لهذا دعونا بلال انه ننوهوا المتابعين اللي يشاهدوا فينا الان انه يردوا بالهم، لانه الاستاذه اعطتنا معلومه قيمه، يردوا بالهم ما يروحوش عند اي عشاب ومباشرة ياخذ الزيت تاعه، وانما ياخذ هذه المعلومة بعين الاعتبار. هذا الشرط هذا مهم. على الأقل العشاب يعصرها ويخليها 3 أيام، يعني على الأقل 3 أيام تنزل هذيك الترسبات ودرجة الحموضة تتعدل ويبيعها، ربي سهل عليه. ممكن نوليو يعني خلط الزيوت، واش تقولي لنا على خلط الزيوت أستاذ؟ خلطات الزيوت، كاين زيوت اللي ما نقدروش نخلطوها مباشرة، مثلا الزيوت الحارة، ما نقدروش نديرو الزيوت الحارة مع بعضها، لأن إذا عملنا
عملناها للبشرة راح تدمر البشرة، وإذا عملناها للشعر راح تدمر الشعر كذلك. ممكن في الأسبوع الأول تمد لك نتائج، لكن بعد فترة راح يدمر الشعر. كما زيت الخروع راهي خرجت، أنا كي نشوف أحيانا في السوشيال ميديا زيت الخروع جيد كذا جيد، صراحة نصحح نحسها نحسها أمانة نصحح. زيت الخروع مثلا هو من الزيوت اللزجة، ما نقدرش نستعمله وحده للشعر أو شفارتين أو لازم نخلطه مع زيت آخر، مثلا زيت بارد، مثلا زيت اللوز، زيت السمسم، باش يخف ممكن درجة. ما مش يتباعوا مخلطين، يتباعوا لا ما يتباعوش زيت مخلطين. الخروع اللي وحده زيت الخروع لازم نديروا له زيت آخر باش ما يدمرش الشعر وما يدمرش. بالحديث عن خلط الزيوت، كاين خلطة يعيطوا لها خيطة خلطة سبع زيوت. نعم، وشنو هذه أصلا؟ هذه خلطة سبع زيوت، كاين مثلا زيت الزنجبيل، زيت القصد الهندي، زيت الحبة السوداء، زيت القرنفل، زيت يعني زيوت هذه سبعة. كاين لهم يقول لك راهم هذه تعالج الأمراض الروحية، وإحنا المريض نشوفه مسكين يروح يحوس على أي حاجة. ممكن كاين زيت من هذيك الزيوت ما تصلحش لكل الناس، مثلا واحد مثلا الخلطة فيها زيت الحبة السوداء وفيها زيت القسط الهندي وفيها زيت الزنجبيل، ويكون مريض مثلا ياخذ مواد مسيلة للدم كما سينترام ولا بلافيكس ولا، أنا صراحة هذا المجال قريته بطريقة علمية، وياخذ هذيك الزيوت واش تعمل له؟ راح تزيد من سيولة الدم. لهذا كي يجيك الإنسان يشري زيوت أنت واش عندك؟ لازم تعرف بالضبط واش عنده. هذيك الزيوت راح تفاقم له من يعني النتائج تاعها تكون عكسية، تكون عكسية خاصة الناس اللي ياخذوا المميعات المواد المسيلة للدم، ياخذوهم بوكو بلوس لمرضى القلب، ياخذوهم اللي عندهم تخثر الدم. كما زيت الزنجبيل هو يزيد من تميع الدم، يزيد من سيولة الدم. واحد راه ياخذ سنترام ولا بلافيكس ولا لاسبيجيك، هذوك حنا نعرفوا يعني الناس المسنة كل تاخذ هذيك لاسبيجيك، ويعود ياخذها بطريقة غير منظمة، بطريقة يعني غير يعني لا دوز تكون عالية، هنا راح تعمل له ضرر، راح تزيد له من سيولة الدم، ممكن حتى تعمل له نزيف داخلي بدون ما يشعر. لازم المريض هذا ولا الشخص هذا نعرفوا واش عنده بالضبط، حالته الصحية، حالته الجسمية، تاريخه المرضي، الأمراض اللي يعاني منها، باش نقدر نمدله هذا النوع من الزيوت. طيب أستاذة، لو نحكيه على استعمال الزيوت بالمفهوم العام، الناس تفهم أنه الزيت فقط العام المساج ولا الدليك ولا كيما احنا نقوله شرب، هل عندها ولا الشرب؟ نعم يشرب، نقدروا نشربوا الزيت؟ نعم. كيفاش نعم نقدروا نستعملوه؟ كاين تقريبا كاين زيوت اللي ما نقدروش نشربوها، مثلا كيما زيت الخروع، أنا يتواصلوا معايا شباب ولا يتواصلوا معايا يقولوا لي أنا عندي كذا نشرب زيت الخروع، ما تشربش زيت الخروع لأنه راه في نسبة من السمية، ولو كان تخذ نعطيكم يعني نفتح قوس البال، أول أمس كان عندي دورة في استخلاص الزيوت النباتية والعطرية، من بين الطلبة كان واحد الشاب رفض حبة تاع الخروع، قال لي ناكل، قلت له ما تاكلش راهي فيها درجة من السمية، كلا الحبة تاع الخروع فعلا يعني أمين والله صراحة، دار لي مجرد ما كلاها ربع ساعة بدات حساسية في الفم، تأكل هكا تأثر عليه حتى في الليل يعني أثر عليه. هنا قلت له شفت يعني قلت لك ما تاكلش، احنا ما على بالناش انت واش عندك، ظهر عنده حساسية للخروع، وحتى وما عندوش حساسية لبذور الخروع، بذور الخروع راهي من البذور السامة، يعني شجرة الخروع راهي من الأشجار اللي فيها نوع درجة سمية كبيرة. لهذا نقولوا الأعشاب ما فيهاش ضرر آمنة، لكن إذا أخذت بطريقة عشوائية تولي فيها ضرر. استاذ قبل ما نكملوا النقاش دانيا، نذكروا مشاهدينا الكرام انهم يقدروا يتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركه في السؤال التفاعلي، ونذكرهم بسؤال تفاعلي تاعنا. السؤال التفاعلي تاعنا اللي تقدروا تشاركونا به كما قال بلال هو عن التردد، هل انت شخص متردد؟ وهل سبق صرا لك حدث او تجربه انك ترددت في اتخاذ قرار ما وعاد رجع لك سلبا؟ نعود نولي لك استاذ، احنا على بالنا انه الاعشاب ما تكونش في منطقه واحده وانما تكون في مناطق مختلفه. نعم. كيفاش تقدر الاستاذه انها تجمع كم كبير من الاعشاب
يعني وتعصرها. نعم، كاين بعض البذور نشريها يعني ما نقدرش نلقاها في الطبيعه، وكاين نعم كاين بعض الاعشاب انا نجمعها انا وولادي. مثلا في شهر ماي جمعنا عشبه الطيون المقرمان، يعني راه معروف نستخلص في المناطق الداخليه. نعم، في المناطق من ولايه البليده بالضبط في مدينه حمام الوان الجبل هذاك، يعني ما شاء الله منطقه زاخره وغنيه بالثروه النباتيه. جمعنا من ثم النبات هذاك نستخلص منه ماء المقطر. الزيت صح ما لقيتش فيه زيت عطري، لكن الماء المقطر تاعو نستعملوه للناس اللي عندهم امراض السكري، اللي يديروا الانسولين واللي يديروا الحبوب يعني الجلوكوفاج تاع السكري. وحنا نعرفوا بلي السكري عنده كما يقولوا مضاعفات دي سيمبتوم، تكون عندهم شغل تنمال في رجليهم، يخرج الحراره هذيك. الماء المقطر تاع المقرمان هذا يخفف لهم هذوك الاعراض، يعني نقع القدمين نديروا مثلا 3 لترات من الماء العادي الدافي، نحطوا له كوب او كوبين من مقطر المقرمان، ينقعوا فيها رجليهم لمده نص ساعه، تخفف لهم من الم الالتهاب، من يعني هذيك الحراره وذوك الالتهابات وهذوك التنمال، لان راه ياثر على الحاله النفسيه تاع المريض. كذلك نستعملوه حتى في الشامبوان، نحطوا في الشامبوان اللي عندهم القشره تاع الشعر التهابات المفاصل. هذا يعني المقرمان راه معروف ماشي حاجه جديده، لكن طونك راه دوكا تطورنا الحمد لله، كاين الات لتقطير هذيك الماء تاع المقرمان، نقطروه ونستعملوه نجمعوه. هذا نجمعوه من الطبيعه. سيدتي نسقسيك، نحب نسقسيها على يعني الزيوت النافعه للشعر. نعم الزيوت النافعه صافي نعطيك لاستيوس نبيعوها هنايا. تفيدي يعني تفيدينا وتفيدي المشاهد. كاين واحد النبته عندي واحد ال 15 يوم هكذاك، رحت لمدينه سكيكدا بالضبط، مدينه يعني منطقه القل في سكيكدا، ثروه غابيه ونباتيه يعني ما شاء الله الجزائر قاره. نعم 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 نقدروا نلقاو كم هائل من الاعشاب والبذور. رحت نحوس على واحد النبته هذه لازاز معروفه وموجوده في الصراحه، لقيتها هذه تنبت الشعر تعمل يعني تنبت الشعر. اذا ما كانش الصلع وراثي، اذا ما كانش وراثي احنا في الجينات نعم يعني. اذا ما كانش في الجينات ما كانش وراثي نقولوا كان تساقط للشعر بسبب نعم فراغات، لان الفيتامين دي نقص الفيتامين دي. وهي مجربه استاذه؟ نعم مجربه. جميل جدا. كي جربت كميه صغيره، كي لقيتها نجحت لي حبيت نبحث ونجيب يعني كميه كبيره من هذا النبته، ونستخلص الزيوت، نستخلص حتى الزيوت ماشي غير بالآلة، نستخلصهم على الطريقة التقليدية وناجحة يعني ما شاء الله. ما دير أستاذة؟ عندنا اتصال الآن. ألو صباح الخير. ألو صباح النور. صباح الخير، شكون معنا من وين؟ معك هالة من ولاية كازا. مرحبا بك الأخت هالة. أخت هالة، سؤالنا التفاعلي لنهار اليوم هو على التردد، هل أنت يعني إنسانة تترددي في حياتك ولا لا؟ في بعض المواقف والله ما نكونش متردة، يعني نحب نغامر. هنا قولي لي، إذا سبق وكانت عندك تجربة مع التردد، وين مرة ترددتي من المرات وندمتي على هذاك التردد أو العكس؟ نعم 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 نعم، مرات بزاف ترددت على أمور كان مفروض أني ندخل في هذيك الأمور وندمت. يعني علاش كان هذا الندم؟ يعني مش كانت نتيجة هذاك التردد؟ كانت نتيجة يعني شغل اللي كنت حبتها. كان عندك يعني ممكن خوف من العواقب هنا؟ بس كانت شغل حاجة تاع حياة، مرتبطة بحياتي، وترددت وطحت شغل في موقف محرج كلني ندمت. طيب وشنو هي التجربة اللي خديتيها من هذا الموقف اللي صرا لك؟ والله استفدت اني نمد فرصة لحياتي ونتعلم. الانسان ماذا به يمد فرصة، ما يترددش في امور شخصية بالضبط. الاخت، وشنو هي الحاجة اللي تخليك تترددي؟ شنو هي الحاجة اللي تأثر فيك، ولا شنو هي الحاجة اللي تخافيها باش تترددي؟ أنا نهضر يعني على حياتي الشخصية. نعم. بالضبط. يمكن الشخص في بعض الأحيان يكون كاين شخص في حياة الإنسان
يخليه بزاف زعما ما كاش تبادل. مثلا الحياه يعني كي ما يكونش كاين تبادل في بعض الامور يكون كاين هذا التردد. يعني انت يا هنا تخافي من رده فعل الطرف الاخر؟ نعم، جون نكون دائما متخوفه اني انا اللي نبادر وتكون رده الفعل غير. وانت سبق وقلتي انه كانت عندي تجربه وين ندمت، يعني على ما اظن الان خلاص يعني ولات عندك الخبره انه تعرفي وين تتردي، تعرفي وين تاخذي القرار في الوقت المناسب. نعم، تعلمت بزاف صوالح والحمد لله رانا عايشين باش نتعلموا. وننصح انه انسان ما يترددش، يمد فرصه لأي شخص في حياته. نقدر نقولوا يجرب. يسي معليش، احنا اصلا مخلوقين في الدنيا نجربوا ونتعلموا. طيب هنا نطرح لك سؤال ثاني مادام حاضرة معنا الأستاذة نادية العيداني مختصة في الطب العربي تحديدا الزيوت العطرية، استخلاص الزيوت العطرية. انت جربتي الزيوت من قبل؟ جربت، والله جربت بزاف. نوع الزيوت اللي تحبي تجربيها الاخت، نوع الزيوت اللي تحبي تجربيها؟ بوكو بليس على البشرة، على الشعر. لقيتي فيها يعني واش كنتي حابة النتيجة اللي كنتي حابتها؟ والله ما لقيتش نتيجة زعما اللي فرحتني، خاصة على الحبوب في البشرة الدهنية. طيب هنا سؤال أخير، تقدري تديه للضيفة الحاضرة معنا بخصوص الزيوت؟ تفضلي. سؤال الضيفة ديالنا راهي معنا مختصة في الأعشاب والزيوت، تقدري تسأليها يعني أي سؤال راكي حابة تسقسيه خاص بالزيوت. نعم، على البشرة الدهنية، أنا عندي مشكل بزاف في البشرة الدهنية، ما نلقى لهاش يعني الدواء تاعها العلاج. نعم، تقدري تجاوبيها أستاذة؟ نعم، يعني قبل ما نحوس زيت الشعري أو زيت الوجهي، أني كاين تحاليل نعملها، كاين بزاف يترد يقولوا لي أنا عندي حبوب، أنا عندي بثور، أنا عندي تصبغات، أنا عندي تساقط الشعر، لازم نتوجه للطبيب نعمل تحاليل نشوف سبب سقوط الشعر أو سبب ظهور البثور أو البقع البنية على الوجه. فيتامين دي، الغدة الدرقية، ستريس، الهرمونات، هذو الكل يعملوا تساقط الشعر ويعملوا تصبغات ويعملوا البثور على من بين البثور على الوجه التي تظهر يعني بعد سن كما نقولوا المراهقة، يعني كاين يفوتوا فترة الشباب اللي يكون حب الشباب يعني تقريبا حاجة عادية، لكن تبقى لهم النساء خاصة النساء تخرج من ذاك الحبوب، هذا يكون كاين تكيس المبايض. لازم كي نعالجوا المشكل السبب رايح اوتوماتيكمون راح البشره تصفى، ومن بعد حنا واش نديروا نعاونوها بالزيوت. انا كي يجوني هذه ما نبيع لهمش زيوت، ما نمد لهمش زيوت، لازم نوجههم للطبيب الدرجه الاولى. الاخت ان شاء الله تكوني استفدتي من الجواب تاع الاستاذه. وشكرا جزيلا على الاتصال. شكرا شكرا استاذه، شكرا نهاركم. بالعوده ليك استاذه، كنا يعني سمعنا انه قالت انه خديت زيوت كثيره لكن ما لقيت نتيجه. نعم. ونشوفوا انه في المجتمع تاعنا هذه حقيقه. نعم. ما عندهمش ثقه بالزيوت. لا، يقول لك ماشي اصليه، كيفاش يعني نعرفوا انه زيت هذا بالك اصلي؟ بالك اختيار الزيت والاختيار مكان لشراء الزيت بالك هو اللي غلط. صحيح لا. صحيح، كما يقولوا صحه الزيوت وسلامه الزيوت ومصداقيه في عمل في صنع تصنيع الزيوت يلعب دور. للزيوت انواع، ما عندناش نوع واحد من الزيوت، عندنا الزيوت النباتيه اللي هي مثلا هذه، عندنا الزيوت العطرية اللي هي هذه، زيت النعناع. زيت النعناع نستخلصه بالديستيلاتور بآلة تقطير، ماشي بهذه الآلة الأخرى كبيرة يعني ما نقدرش نجيبها. نقطروا عندنا الماء المقطر للنعناع أو لأي نبتة، وعندنا الزيت الأساسي اسمه الزيت الأساسي، الزيت الإثيري، الزيت العطري، والزيت راح لي الاسم. هذا الزيت ما راهوش كيما هذا الزيت الطيار. لماذا سمي بالزيت الطيار؟ لان نحطه كالملابس ما نخليش بقعه يطاير. وهذا الزيت الثابت، زيوت النباتات تسمى بالزيوت الثابته،
كان نحطها على الملابس تاعي الان، والملابس تاعي كل ما امر بالزيوت، لو كان نحطها على الملابس تاعي الان ما تروحش، تبقى ثابته في الزيوت. هذا الفرق بيناتهم. هذا ما نقدرش ناخذ ملعقه منه، هذا ممكن نقطه واحده في 10 ملي او قطره واحده في 10 ملي من الزيت النباتي، لانه يمد العطر عطري مد الريحه تاعو، وكذلك فيه العلاجي. مثلا كما زيت العطري للخزامه نستعمله في تهدئه الاعصاب، في لي ماساج نستعمله مثلا 20 ملي، نعمله 5 نقاط فقط. هذا مكان. شكرا استاذه، بارك الله فيك. الله غالب الوقت راهو يداهمنا. شكرا جزيلا على هذه المعلومات. شكرا، ربي يحفظك ان شاء الله. بانيا ان شاء الله تكوني استفدتي من يعني هاد الفوائد وهاد الزيوت وهاد الاعشاب. صراحه انا نحب هاد المواد استاذه، وانا من الناس اللي تستعمل. نعمل لك دراسه، تعملي دراسه. شكرا. انا من الناس اللي تستعمل بزاف الزيوت على فكره. وش الزيوت اللي تحبي تستعمليها بزاف؟ انا زيوت الشعر خاصه، احنا الانسان نحب زيوت الشعر والبشره. لكن اشارت الاستاذه الى نقاط جدا مهمه، هي انه كاين لازم تروح تشوف السبب اللي خلاها مسببات تساقط الشعر. قبل ما نداوي شعري نشوف علاش سقط شعري. شكرا لك استاذ على هذه المعلومات القيمه. بلاش دنيا، من الزيوت والاعشاب نروحوا للموضه واختيار الاكسسوارات. كاين بزاف نساء يعني يعتمدوا على اختيار الاكسسوارات من اجل اضافه لمسه على اطلالاتهم. امينه اوشان وضحت لنا اكثر في هذا التقرير، تابعوا معنا. مشاهدينا الكرام، عاودنا ولينا لكم ونبقوا مع الفن، وراهم معنا ضيوف مميزين دنيا. اكيد بلال، ومعنا فرقه لرحله مواقع التواصل الاجتماعي، خاصه فرقه حرف اللي تضم عبد النور وهانيا. نروح نرحبوا بهم. صباح الخير. اهلا بكم. صباح الخير هانيا، مرحبا بك. ميرسي بوكو، ميرسي بور لانفيتاسيون، يعطيكم الصحه. وصافي بليزير داتر هكا بارمي. شكرا لك هانيا. انا بلال على بالك الحاجه اللي ماركتني، وشنو هي؟ هي اسم الفرقه تاعهم حرف. حرف. من وين نبدا؟ شكون اللي جاوبنا؟ شكون اللي يقدر يجاوبنا على اختيار، كيفاش كان اختيار هذا الاسم؟ اللي دار الاختيار هي. الوغ سيتي، حنا اونيتي نومبرو في لو جروب، شغل كنا شويه بزاف. بي ابخي اون ابري لي زينيسيال تاع شاك برينون من لي ممبر اللي كانوا في الجروب. مثلا هانيا اش، عبد النور اش، اكزاكتومون اكسيتيرا. واللي كانوا بي ابخي جو فولي كيك شوز دو شغل اوريجينال. اوريجينال سي سكي افي. خيرتو حرف، يعني نقصتي كاع الحروف، قلتي يلا نسميها حرف. وبصراحه عجبني اسم. جو بونس حرف هو اول حاجه تندارت، ما باش تقولي كلمه لازم تنطقي طبعا. اهلا، كيفاش يعني كانت البدايه تاعك؟ ما هنا تلاقينا كيما اللي يعرفونا على بالهم بلي حنا نديرو بزاف الرحلات ولي كومبينغ للغابات للبحر كذا. تعرفنا تما، بدينا موسيقى بيناتنا، ماشي على اساس بشكل رسمي ولا نحي نديرو بها حاجه. بعد الناس اللي شجعونا، يعني جات سبونتاني هكا، جات سبونتاني. الناس قاعدين يقولوا لنا سجلوا سجلوا سجلوا. هاد العام وين ان شاء الله بدينا نسجلوا ان شاء الله. يعني كانت هانيا قالت بلي كنتوا بزاف، شحال هادو بزاف؟ وعلاش رانا نشوفوا الان هانيا فقط وعبد النور؟ كنا ماشي بون بزاف، كنا خمسه. ابري كاين اللي تزوج، كاين اللي بدل بلاد، كاين اللي كذا، دونك بقينا غير انا وياها. ما تاثرتوش يعني بالغياب تاعها؟ شويه شويه، من ناحيه ماشي من ناحيه الموسيقى، لا من ناحيه الاحاسيس والصحبه والعشره. متفاهمين جروب واحد. ودوك الحمد لله كاين معنا موسيقيين واحد اخرين كيما الجو اللي نحييوه، بوليني كاع، منير. رانا لاباس. طيب هانيا، لو نعاود نولي ليك، حبيت انا نعرف والمشاهدين اكيد يتساءلوا على نوع الموسيقى اللي راكم تقدموها. نموت على هذا السؤال. جو بونس كو ما عندناش. ما عندكمش نوع خاص؟ نو. كل الطبوع. كل طبوع وشاش كل ستيل وبكاع لي لونغ اوني تري فاست. وهذه هذا هو الفنان الناجح، حاله كحال الصحفي، لازم يكون بوليفالون، يتوشي كامل الطبوع المختلفه. هانيا، لكن انا بلال الحاجه اللي لاحظتها الان، يعني الناس ولات تحب هكذا الموسيقى الحيه. كي نقولوا الموسيقى الحيه يعني نقولوا كما ما شاء الله عبد النور وهانيا بالاله الموسيقيه تاعهم. وعلاش عبد النور انت في رايك الناس ولات تحب هذا النوع من الموسيقى؟ خليني نقول انا نظن باللي الانسان مهما كما يقولوا بالفرنسي تماتيرياليزا، مهما تغمو التكنولوجيا وتنقص له من الاحاسيس وليزيموسيون، الانسان يبقى توجور، انا نقولها، يبقى توجور قريب على الخير اكثر من الشر.
مهما كان. يعني اسم الانسان تجري يحب يولي الاصيل يحب يولي الطبيعي. هذا هو الانسان الحمد لله. وحتى الناس نشوفهم يتفاعلوا اكثر مقارنه بالموسيقى المسجله. صح. دي جي كما احنا نقولوا يتفاعلوا معكم اكثر هنا. بالضبط. صح. جو بونس كيما قلت لك مقبله قبل ما نبداو كيما قال عبد النور تعاودي تولي دائما البكري الاصل لوين بدات كيفاش بدات كيفاش سمعوها لا بروميير فوا شغل مالغري لا تكنولوجي مالغري اون افونس تعاودي ديريكت كي تكوني قاعده احنا كيما نقولوا شغل الحاجه اللي دائما تجذبنا كي نروحوا للغابه باغ اكزومبل ونديروا ان بتي فو دو كومور ما نتعشاو ونشعلوا نار هكا صغيره ويجبد عبد النور الجيتاره ونبدا نغني انا وياه سي الدنيا وما فيها الدنيا وما فيها. طيب لو نحكيوا على الالات الموسيقيه بلال وش هي الالات الموسيقيه اللي الفرقه تاعكم تستعملها بشكل يعني كبير؟ الجيتار على العموم يعني بالجيتار تقدر تغني كل طبوع اكثر من شيء اخر بيانو ولا الجيتار محلوله اكثر. كيفاش تقسم يعني العمل بينك وبين هانيه؟ بين هانيه من ناحيه الكلمات ولا الاغاني هي تجيب الافكار وعندها افكار تكتب عندها افكار عندكم ماشي دايما من الحرف تعرف والتواضع تاعو اللي يقتلو هي تجيب الافكار مكتبين ماشي لازم يكونوا تابعين الايقاع معين ونسي نحطهم في الايقاع ونسي نلقى لهم لحن يكون شويه. وكاين كاين نحكيو ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ولات مهمه في وقتنا الحالي. صح. كيفاش يعني تسيروا يعني صفحاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشنو هو بالك يعني موقع التواصل الاجتماعي اللي تعتمدوا عليه بزاف؟ بور لو مومون انستغرام mais franchement on n'est pas vraiment sur les réseaux genre هذا وين بدينا نسيو نقنعوا روحنا باللي لازم on se met sur les réseaux pour qu'on puisse avancer parce que la plupart du temps c'est avec des amis اللي نكونوا قاعدين ولا وهكا شغل هكا ما نرفدوش ميم با تيليفون ما تجيناش ميم با نبهه لكن انا راكم في مواقع التواصل oui. اكيد وهذا الشيء اللي انا نقول لهم برافو لانه بمجرد ظهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي داروا حاله. اكيد لو نعود نولوا على اللغه اللي استعملوها في غناكم حبيت نعرف تستعملوا لغات مختلفه ولا فقط اللهجه الجزائريه او اللغه العربيه؟ كاين لغه عربيه كاين اللهجه الجزائريه كاين اسبانيول كاين انجلي كاين فرونسي وهذه بكتاباتكم يعني اغانيكم وي. الخاصه وي. وسبق وسجلتوا يعني اغنيه وحطيتوها في دونك سور يوتيوب كاين ان سول تيتر اللي هو اللمه في يوتيوب في لاباج تاع حرف مي سور انستغرام يا بليزيور اكستري دو شاك تيتر باسكو انا بوكو تيتر فريمون ودوكا سا كومونس دوكا رانا اون ايساي دو فير فيت باش يسمعونا الناس. بلال انا حابه نعرف اذا شاركوا في مهرجانات اولا وطنيه مازال ان شاء الله انا تاكلين على ربي لكن سبق وقعت لي انه اليوم عندكم مهرجان صح؟ هو مش مهرجان هو سان بتي كونسير دونك حنا كنا درنا ديجا كونسير في ولايه وهران دوكا صافي قريب ان موا و بور لا بروميير فوا راح نديرو ان كونسير سور الجي اللي راح يكون في سينما دافريك اليوم على 7 تاع العشيه ان شاء الله وحنا متشوقين باش نحضروا. نحب نعرف عبد النور يعني واش يدير في حياته يعني ما عدا هذا الفن وهذا الموسيقى وكيفاش تقدر توفق بيناتهم؟ ما نوفقش موسيقى موسيقى يعني ما شاء الله مديت وقتك كامل للموسيقى تندير واش يعني لك عبد النور الموسيقى مادام راك عاطي لها حيز كبير من حياتك؟ كنت خدمت من قبل في عدة مجالات شركة خدمت برا خدمت في حانوت ما كاينش حاجة اللي يقول لك أفضل شيء تقدر تعيش به تقوت به هو الشيء اللي تقدر تخدمه باطل واللي تحبه اكيد تخدمه باطل اصبر يفهمها لنا الحاجة اللي تقدر تخدمها باطل هذيك هي الأفضل حاجة تقدر تعيش بها. يعني نقدر نفهم باللي الإنسان يقدر يخدم حاجة باطل اللي حاجة اللي يحبها. بارك الله يعني عندكم العائله يعني في هذا الدومين ولا انايا؟ ما عنديش لا يعني انت وحدك؟ انا الاول ان شاء الله. انت الاول ان شاء الله ما شاء الله. كانت قالت لي هانيه مقبل انه احنا تفرغنا بشكل كبير للفرقه يعني. للفرقه تاعنا باش نطلعوها ونلحقوها وين رانا حابين. حبيت نعرف فقط كيفاش يعني تنظموا ولا كيفاش تقدروا يعني تبرمجوا مثلا اليوم عندكم حفله كيفاش عبد النور وهانيه يوجدوا روحهم لهذيك الحفله؟ مش نهضر على هذه الحفله ماشي نوجدوا روحنا برك، حنا وجدنا
كاع الحفله تقدري تقولي باللي التنظيم وكل شيء وي اون ا تو في تو سيل اي كما اللي وجدتوها يعني اون ا يو لوندوا اون ا يو لو كونتاكت مع فان لوندوا ايتترا بي ابري حنا اللي التينا بكاع لورغانيزاسيون تما لو ديرولمون تاع ليفينمون كاع كيفاش حيكون دو ا ا زد حنا اللي ما دابين ما كلش فيه غير موسيقى يعني غير حنا جبنا عرضنا فنانين من ولايات واحد اخرين كاينه زوج فنانات من سطيف كاين فنان ياسين كاين ياسين الخالدي اللي هم يعرفوه دوكا معروف شويه في مواقع التواصل اللي نحييوه او جاي او يشرفنا وكاين مام راقص يدير لا دونس بروفيسيونيل اي نوع من الرقص اللي يقدمها يدير لا دونس كونتمبورين بالعربيه الرقص الاستعراضي رقص استعراضي رقص اللي يتبع حكايه ولا قصه ولا الاستعراضي ياسين اللي نحييه ثاني دونك فيها عائشه نعم روان وعائشة اي دونك فيها عدة فنانين يعطيهم الصحة اليوم جايين عشية ونقولوا للثاني اللي يحبوا يسمعوا موسيقى مليحة اللي يحبوا ربما يكتشفونا يجيو مرحبا هاني لو كان سقسيك شنو هما التحديات اللي واجهتوها ولا يعني صعوبات اللي شفتوها ولا في هذا الدومين هذا تاني سؤال نحبه اون فيت انا با يو دو حتى حاجة ما جاتنا سهلة تسمع للدوك مازال انا با انكور روسو حاجه اللي سهله وجات بالخف تقدر تقول كلش حنا اللي انا نجري وموراه كل سوا تسمى كيما ايفينمون كيما البوم كيما كليب كيما اكيد هذا الشيء ما يفشلكمش هاني يعني انتم في الاساس تحبوا هذا الشيء اللي راكم تقدموه جو بونس كيزيد يعطيك الشحنه باش تو دون بلوس و تشافونس شنو هما الصعوبات بالك؟ صعوبات كيا با ديد ما كاش دعم وي اكزاكتومون شغل ما عندكش وين تروح وتقول راني حاب ندير كذا وكذا 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 يقول لك اوكي لازم نمول لك ولا لازم واش نعطيك ولا لازم واش ندير لك ولا لازم فاش نعاونك باش انت تنجح في هذه الحاجه صح هانيا واش تقدري تقولي مادام قلتي انه ما عندناش دعم بصراحه احنا ما على بالناش شنو هو الدعم اللي راهو خاصكم فعندك الكاميرا قدمي رسالتك ما نقدرش لهذا الشيء انا يعني نقولوا تفضل انا الكاميرا انا واش نقول مادام جات الفرصه ويعطيكم الصحه نتوما قناه النهار اللي استضفتونا هنايا وعندنا فرصه باش نهضروا انا نقول باللي الفنان صح كيما اي انسان يتعب في المجال تاعو لكن الفنان التعب تاعو شويه كيما اختي من قبل كيما الصحفي كاين واحد الوجه تقارب الفنان التعب تاعو شويه حساس داخلين فيها احاسيس داخلين فيها يساكريفي ويضحي بالك بحياه واحده اخرى بعائله بالك تما المينيموم نطلبوا من لي زونسانت ولي زورغانيزاسيون لي زورغانيزم تاع الفن وكذا يدعموا الفنان ماكس يسهلوا بطاقه الفنان يسهلوا المشاركه في المهرجانات ينوعوا شويه في المهرجانات ماشي 10 فنانين يتعاودوا كل عام جيبوا الصغار جيبوا جدد جيبوا اللي ماشي معروفين سيو الشباب كاين فن احنا في الغابه وين نروحوا نديروا كومبينغ ونروحوا بيناتنا كانت الانطلاقه تاعكم كانت الانطلاقه تما ومازالنا نحبوا هذاك المكان شفنا فنانين صغار واحد ما يعرفهم عندهم موسيقى قولي عالميه وما تخافيش يعني لو كان يبانوا يستمروا دعموا ممكن دعموا ممكن جيل جديد من الفنانين في الجزائر اللي ما بارك الله فيك واش انا حابين دعموا الشباب ماكسيموم عبد النور دقيقه نروح نشوفوا عندنا اتصال الو مرحبا صباح الخير الو صباح الخير الو صباح الخير الو يمكن نقطع الخط ممكن نقطع الخط مشاهدينا نذكركم انه تقدروا يعني تشاركونا ارائكم حول موضوع اليوم اللي هو على التردد بلال قبل ما نختم مع فرقه حرف انا حابه نسمع شيء من عندهم مرحبا هديه لينا صح واش خيرتونا اليوم لكم اغنيه تاعنا اسمها وقفه في الطريق هي من طبع البدوي لي شويه داخل في العصر انا شويه بالجيتار شكون اللي خير هذا الاسم تاع الاغنيه وقفه في الطريق خيرنا احنا كي كتبنا تفاهمنا عليها هي هذه هي اللي راهي كاينه الفيديو تاعها في يوتيوب نقول الناس دخلوا يعني شوفوها يعني اختيار الاسم مهم هذه تحكي على هي حكايه حقيقيه تحكي على مراه اللي تسافر بزاف تمشي على رجليها قولوا اني واقفه في الطريق ونستناك وهو تاع الطريق يعني الشوفير كما نقولوا حنا يتعب متحمسه باش ديال العلاقه تفضل <مرحبا. تصفيق>
ليا ما نولي من غيرك حتى ما يليق تليق بيا وزيد ولا حبس ولا لا غير خلي لا لا غير خلي تعتر تطيح وتفيق تعطش والما يجيك تحرقك شمسي وسحابي مضلي قالوا لي نبقى قريبة وتغلطهم حالتي غير في اسمك اللي نبغي نعلي اللي نبغي نعلي حر الصيف وبرد العام في التاريخ مكسيب خيالك نرى مريقك غير منه نحلي يا مدامك انت ما تولي نشوف بعيد يشعل فيك البريق نبدا نشعر وتجيني الموسيقى منها ما تكل نغنيها لك يتولي وقف طريق نستنى عجي ولا ما جيت ليا ما نولي من غيرك حد ما يليق ليق بيا وزيد ولا حبس ولا لا غير خلي لا لا غير خلي تعتر تطيح وتفيق تعطش والما يجيك تحرقك شمسي وسحابي مضلك قالوا لي نبقى قريبة تغلطهم حالتي غير في اسمك اللي نبغي نعلي اللي نبغي نعلي حر الصيف وبرد العام في التاريخ اكسي بخيالك نار وامريقك غير منه نحلي يا مدامك انت ما شاء الله تستاهل التصفيقه بلال شهاده انه فنان يقدر يلامس المشاعر اني نشوف انه الطاقم القائم على الحصه كامل راهو هكذا كامل يعني بالفعل لامستوا مشاعرنا برافو بصوتكم بادائكم حتى حسيتكم انكم في اداء الاغنيه راكو متفاعلين مع الاغنيه راكو على بالكم واش راكم تقدموا وهذا الشيء يعني نصيبوه غير في عند الفنان الحقيقي ربي يوفقكم عبد النور في المشوار تاعكم نذكروا فقط عبد النور انه هذه الاغنيه راح تلقاوها في اليوتيوب صح راهي في اليوتيوب هي الوحيده اللي اسمها عاود لنا الاسم ما وقف في الطريق انا دوك نروح دايركت انت لي جاردي ان شاء الله يعطيك الصحه عبد النور هانيه كلمه اخيره تقدروا تقولوها لنا من خلال هذا المعبر قناة النهار نشكر كاع المتابعين الأوفياء تاع قناة النهار وانتم بالخصوص اللي عرفتوا شكرا عبد النور هانيه كلمة أخيرة أنا نقول لكم يعطيكم الصحة فوسيتي تخي جونتي وأنت ما شاء الله عليك تخي تخي بيل فنشكر ثاني كامل الطاقم ميرسي بور لانفيتاسيون ميرسي بور ليفور باسكو فو سافوار كي راهي بزاف سخانة ومساكن كشغل الله يقدركم الله يعاونكم اي بي فوالا نقول لكم ما تنساوش العشيه 19 حنكونوا في سينما افريك في الجي سنتر مرحبا بكم يعطيك الصحه هانيه بلا دانيال حق الوقت تاع البلا راني متشوق الريح عباك ما تكونيش جيعانه بصح كي تشمي ريحه الماكله وتشمي ريحه الاطباق يعني خلاص تعطيك اون يتحركوا المشاعر تاع الماكله نروح نشوف الشيف شيف نقدر نجي نشوف الى فريتها تفضل نروح نشوفه شيف شيف كمل اولا ذكرنا باسم الطبق طبق نسموه على الفيوند مي حنا لاباس تاع الوصفه تاع اليوم سي الغارنيتور بوم دو تيغ مسلم هاد بلاص مو اونتريكوت مقارني بالبوم موسلين هاد بوم موسلين كنا ديجا هدرنا عليها قلنا تطلع كيما الكريم شونتي اباز دو بير زبده ولي زيبيس تاعها والبوم دو تيغ طيب في الفور ومزينه باللا طوماط كونفي سيترون كونفي فيت بازيليك لي تويل اي لونتريكوت تاعنا يعني هاد الطبق يطلبوه بزاف الزبائن طبق عصري طبق عصري يعني واش فيها الحاجه هنا في الطبق الحاجه العصريه اللي فيه
البلا لونتريكوت سي لو بلا عصري ماشي كيما نقولوا اللحم ولا الكارنيتير الاسم الاسم تاع لو بلا سي مودرن وعندنا هاد لاصوص عندنا هاد لاصوص اللي نخلو هذه السر واقيلا تاع البنا نو ماشي هذه السر على خاطر نخلو الاخ بلال اللي سقي لنا البلا تاعنا بصح هذه هذه نورمالمون تسقى سقي منها كاع في البلا منها برك هاي نشوفوا لا توش تاع بلال قال لك البنا كاع راهي في اليد يعني هكا هاد لاصوص لازم تكون لازم تكون هادي تحضر وحدها ولا طيب معها هادي صوص دومي غلاس تحضر وحدها تحضر وحدها تتحضر وحدها يعطيك الصحه شيف شكرا جزيلا شيف وهذه هي ليك حتزيدها لها صوص بيستو بالبازيليك بازيليك مرحي مع مع الثوم وزيت زيتون الله يبارك فيك دانيا راك تراطي يعني كي تشوفيه تشبعي انا دوك نجي خليه لي ابار شيف كيما شفتوا مشاهدينا وصلنا لختام عدد اليوم اللي كان متنوع انا باش ما نطولش عليكم ما ننساش نشكر فندق ازاد بفيو كوبا نشكر كذلك اللي كان قائم على اطلالتي ميمي في المكياج و ملابس ايضا فاشن شوب بالقبه وسيرسو فام بالقليعه الى هنا وصلنا لختام عددنا لنهار اليوم بلال الى اللقاء الى اللقاء مع السلامه